السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بعد شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وقد دخلنا إلى أيام الإفطار. علينا جميعا أن نكثر من الحمد والشكر لله جل وعلا أن وفقنا وإياكم أجمعين إلى صيام رمضان، فهذا فضل كبير لا يعد ولا يحصر من حيث الأجر والثواب. ورب العباد وفقنا أيضا للصيام وقيام ليالي رمضان، والقيام أيضا الذي كنا نقوم به خلال هذا الشهر الفضيل، فيه من الأجر والثواب ما الله به عليم. ثم وفقنا الكريم سبحانه وتعالى أن ختمنا القرآن العظيم، منا من ختمه مرة ختمة، ومنه من ختمه ختمتين، ومنهم من وفقه الله تعالى لأكثر من ذلك، وهذا أيضا له من الأجر والثواب ما الله به عليم. ثم وفقنا الله تعالى جميعا لإخراج زكاة الفطر، أعطاها الأغنياء لإخوانهم الفقراء، وعم البشر والفرح والسرور. كنا خلال هذا الشهر الفضيل نعيش في مجتمع نظيف أقرب إلى الملائكية، الناس فيهم يتحابون دون عراك ولا خصام ولا شجار ولا عداوات. حقيقة كنا أجمعين أقرب إلى عالم الطهر والعفاف، إلى عالم النور والملائكة، وما علينا إلا أن نواظب في هذه الخيرات. مواسم الخير والطاعات ما زالت تتوالى علينا، فإذا كنا قد ودعنا شهر الصيام والقيام والعتق من النيران، فإن فضل الله علينا كثير، ما زالت أبواب الخير والطاعات مفتوحة لعباد الله المؤمنين في كل زمان ومكان. ما زال عندنا صيام 6 من شوال، والتي تكون بعد رمضان، هي أيضا من المواسم العظيمة في الخير والأجر والثواب. المؤمن عليه أن يغتنم هذه الفرص ويبقى طيلة حياته يتقلب من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى أخرى، حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض، وبذلك ينال عفوه ومغفرته، وأكثر من ذلك ينال جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. الطاعات كثيرة ومتعددة، لكن الصوم هو من أعظم القربات إلى الله، لأنها تطهر القلوب وتهذب النفوس، وهي جنة من ووقاية من كل المصائب والويلات، وفيه من المنافع الكثيرة ما لا يعد ولا يحصى. ونريد أيها الأحباب الكرام أن نذكر أنفسنا أن نجتهد قليلا ونغتنم هذه 6 أيام من شوال، رغم أن الحر شديد، ورغم أن اليوم طويل،
ورغم أن العطلة الصيفية قد أقبلت والناس يكادون يغفلون عن هذه العبادة، فهل ذكر بعضنا بعضا لكي يقوي العزيمة والإرادة ولا يضيع هذا الأجر والثواب؟ صيام الستة أيام من شوال هذه سنة حميدة طيبة مباركة أرشد إليها رسول الإسلام، رسول الرحمة، رسول الإنسانية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر. هذا أجر وثواب عظيم. لصام رمضان 30 يوم أو 29 يوما ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر، يعني صيام سنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله، قال: من صام ست أيام بعد الفطر كان تمام السنة. ثم قال: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما معنى صيام الدهر. إذا كان رمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها، 30 في 10 شحال كتعطينا؟ كتعطينا 300، بمعنى أن اللي صام رمضان كأنه صام 300 يوم، واللي زاد عليهم 6 أيام ديال شوال و6 في 10 الحسنة بعشر أمثالها هي 60، المجموع هي 360. والعام شحال فيه من نهار؟ فيه 365 أو أقل من ذلك في الشهور القمرية، بمعنى أن الذي يصوم رمضان ثم يتبعه ستا من شوال يبعث يوم القيامة أنه طول عمره كان صائما. تصور معي أنك يوم القيامة حينما تنقضي هذه الحياة الدنيا ويزول ما فيها من هم وغم ومشاكل وكربات وصعوبات، كل سوف يزول، تجد نفسك أمام الله وأنت مكتوب بأنك كنت صائما طيلة هذه الرحلة في الحياة الدنيا، كنت صواما صائما. صيام الدهر بكامله هذا فضل عظيم. وهذا الصيام هو عبارة عن بحل الصلاة. الصلاة عندها سنن وعندها رواتب، فقبل الصلاة المفروضة كين بعض الرواتب، وبعدها كين بعض السنن والرواتب. كذلك رمضان، قبل منه كانت أيام شعبان، الناس كانوا كيصوموا شعبان قبل رمضان، حتى انتصف من شعبان انتصف أمسكوا، وكذلك بعد انقضاء رمضان جاء شوال. فرمضان هو الفريضة، وقبله كانت سنن رواتب، وبعده سنن رواتب. بحال الصلاة، الظهر مثلا فريضة 4 ركعات، كنصلي قبله ركعتين وبعده 4 ركعات، يعني فريضة وحولها سنن قبلها وبعدها. هكذا رمضان. لماذا ربنا عز وجل أرشدنا إلى هذه الأعمال؟ لأنه قد يكون في عملنا هذا الفرض فيه خلل أو نقص، ومن يدري، لعلنا كنا صائمين ووقعنا في خطايا وذنوب وصدرت منا أعمال سببت لنا الخلل والنقص في الصيام. وحينما نصوم هذه النوافل فإن الله عز وجل يجبر ما وقعنا فيه من خلل أو نقص، وكل ذلك فيه فضل. الناس من سلفنا الصالح كانوا حينما يعاودون الصيام بعد صيام رمضان كيقولوا هذا علامة القبول، إلى ربي عز وجل لم طول لي عمري وكل عام كنعاود نصوم رمضان هذا من علامة القبول، ولو وفقك الله تعالى على صيام 6 أيام من شوال هذه علامة حقيقية على القبول. من علامة القبول ديال الحسنة
أن الله تعالى يوفقك لحسنة بعدها. وإلا كان الإنسان كيشعر بالعجز وما قدرش يؤدي واحد الحسنة أخرى بعدها، دليل على ضعف إرادته وعزيمته. فالصالحون كانوا يقولون ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. وربما بعض الناس ملي كيسالي رمضان قد لقاه مجتهد محمس باغي يصوم 6 أيام ديال شوال، هذه علامة على أن الله تعالى قبل منه صيام رمضان. للأسف ناس آخرين متحمسين أنه بعد رمضان سوف يشمر على ساعديه ويسير في طريق الرذيلة وفي طريق الذنوب والخطايا سيقع في السيئة. هذا دليل على عدم قبول الحسنة، على عدم قبول الصيام والعياذ بالله. لهذا يجب أن ننتبه، والغفلة واقعة، ولكن حبذا أن نذكر بعضنا بعضا. الصائمين لرمضان الله عز وجل وعدهم بأنهم يوفيهم أجورهم في يوم الفطر. دوزنا يوم الفطر ولله الحمد، وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة. فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدمه، كان كيصلي الليل كله وكيقوم الليل حتى كتنتفخ القدمين ديالو وتتورم. ويقال له يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الخطايا، وكان مجتهدا في الطاعات، وكان هو الأول دوما وأبدا، ومع ذلك كان كثير العبادة، وكيقول أفلا أكون عبدا شكورا. الله تعالى أمرنا نحن العباد جميعا بشكر النعمة، ونعمة الصيام نعمة عظيمة. قال فيها الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. احنا الحمد لله ربي وفقنا وكملنا العدة ديال 30 يوم ديال رمضان، وفي صلاة العيد كنا كبرنا الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كل هذه الأمور طبقناها. لكن من جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقب ذلك مباشرة. السلف الصالح كانوا إذا وفقوا لقيام ليلة من الليالي أصبحوا في نهارهم صائمين، وكيجعلوا الصيام ديالهم شكرا للتوفيق للقيام. فدائما حينما يوفقني الله مثلا لأداء العمرة أو لأداء الحج أو أنني أخرجت زكاة مالي أو أنني ختمت القرآن أو أنني وصلت رحمي، هذه أعمال جليلة. فمن باب الشكر ديال النعمة كنمشي ندير شي عمل صالح، إما صدقة وإما صيام وإما قيام، كنشكر الله تعالى أن وفقني لهذه العبادة، لأن هناك أناس آخرين لم يوفقوا لذلك، فهذه نعمة أكرمك الله بها لكن أنت لم تنتبه. ولهذا الكثير من الناس يستعدون هذه الأيام المباركة للصيام، والبعض الآخر ما زال متهاونا كيقول دابا الحر شديد واليوم طويل والعطلة الصيفية على الأبواب والعمل شاق، فما الذي نفعل؟ ينصح الإنسان أنه يبدأ في صيام هذه الأيام مباشرة بعد العيد، إما بيومين أو 3 أيام ويبدأ الصيام.
هذا من باب المسارعة بالخيرات، لأن الله عز وجل قال لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال لنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فجميل للإنسان أنه إذا لقى الاستعداد يبادر بها في الأول ديال العيد، بعد العيد بيومين أو ثلاث أيام يبادر بها. بعض الناس يتساءلون واش نجمعها كاملة أو نفرقوها. العلماء يقولون يجوز تفريقها في شهر شوال كاملا ولا يلزم التتابع فيها، يعني أن الإنسان يقدر يصوم يومين في الأسبوع يفرقها. المفروض هو أن طيلة شوال قبل ختم شوال يكون سلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، إما تتبعها إما تفرقها اللي بغيتي. سيدنا محمد ماذا قال؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فلم يذكر تتابعا ولا تفريقا. بعض الناس ربما يتساءل بغى يصوم ست أيام ديال شوال لكن بقى كيتهاون صمنا غير ربع أيام أو ثلاث أيام، هل وجب عليه أن يتم الستة؟ العلماء كيقولوا لا، لا يلزم إتمام الست من شوال، ولكن من استطاع الإتمام فقد أحسن، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الكثير من الناس كيبقى يتهاون غدا الأسبوع المقبل حتى كيدركوا الشهر الموالي وكينقضي شوال، هو يلا ثلاث أيام أو أربع أيام ماذا عليه؟ ما عليه شيء، فضل أخذه وضع منه فضل آخر ربي يعوض عليه في طاعة أخرى. بعض النساء كيكون عليهم القضاء إما لدم الحيض أو بعض المرضى اللي هما كانوا مرض في رمضان واضطروا أنهم كلاو افطروا، هادو عليهم القضاء. يتساءلون ما هو الأولى، واش نبدأ برمضان هو الأول نحيد عليه الأيام ديال الديون اللي عليا نقضيها، ولا نبدأ بالنافلة؟ الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به لأنه أبرأ لذمته، هذه القاعدة عند الفقهاء، نبدأ برمضان هو الأول لأن الفرض مقدم على النافلة. واش إنسان عليه ديون ومشي يتصدق؟ لا، خاصه يعطيه الديون اللي يعني في الدمة دياله يتخلص منها أولا عاد يتصدق. فكذلك اللي كان عنده ديون من رمضان يصوم الأيام ديال رمضان ثم ينتظر حتى يكملها، عاد يصوم ست أيام شوال. لكن العلماء قالوا واحد الاختلاف، اللي قدم بعض الناس كيقدر يقدم ست أيام ديال شوال ويخلي رمضان، ماذا عليه؟ بعض العلماء قالوا إن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، يعني ربي ما يتقبلش منه حتى يكمل بعد أصلا رمضان اللي عليه، لأنه لم يكمل رمضان، ما زال رمضان ما كملوش 30 يوم أو 29 يوما. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فمن صام رمضان يتحقق وصف الصيام لمن أكمل العدة، أما اللي بقى عنده ديون في رمضان هذا لم يكمل العدة بعد. ومن ثم هاد العلماء فريق من العلماء قالوا لا نكمل رمضان هو الأول عاد نصوم ست أيام شوال. فريق آخر من العلماء قالوا بأن الفضيلة ديال صيام ست أيام من شوال تحصل لمن صامها سواء قبل قضاء ما عليه من رمضان التي أفطرها لعذر أو غير ذلك، لأن من أفطر أيام من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان، هو ما كانش رمضان عمدا، ربما امرأة كانت حائض، ربما إنسان كان مريض أو كان مسافر،
ربما امرأة كانت حامل أو مرضع أو غير ذلك من الأسباب، هذا يسمى أنه أتم رمضان وقضى جميع الأيام اللي عليه أتمه، فلا بأس أنه إلى بغى يصوم 6 أيام شوالية الأولانية قبل القضاء له ذلك. والذي يظهر أن القضية فيها اختيار، مادام العلماء الأجلاء اختلفوا في المسألة معنى ذلك أن الأمر فيه سعة، اختلاف أمتي رحمة. فيما لقينا شي حكم شرعي في آراء متعددة كنفهموا بأن الله عز وجل جعل متسعا في الأمر، ولا ينبغي أن نشدد. اللي بغى ياخذ الرأي الأول الله يعاونه، واللي بغى يعمل بالرأي الثاني الله يسهل عليه وتقبل منه. والذي يظهر بأن مادام ربي عز وجل وسعها وقال فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، فقالوا أن من صام 6 أيام من شوال هي فضيلة تختص بهذا الشهر وتفوت بفواته، أما قضاء رمضان فالعام كله أمامك. والإنسان باش موفق الله تعالى ربي غادي يتقبل منه بإذنه سبحانه. وحتى لنطيل عليكم مستمعي الأفاضل، لعل عندكم تساؤلات وعندكم ارتسامات وعندكم شؤون حياة في هذه الأيام المباركة السعيدة، لن أطيل عليكم، أذكركم بأرقامنا الهاتفية من أجل أن نتواصل. أرقامنا 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. غنبقاو مع الفاصل ثم نعود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، عدنا إليكم لنواصل هذا اللقاء المباشر الذي هو منكم وإليكم، وسوف الآن نأخذ مكالمات السادة المستمعين. نبدأ من بن أحمد مع السي محمد. سيدي محمد السلام عليكم. السلام عليكم سيد دكتور قريب، انا واش راكم بروك سيدي؟ الله يبارك فيكم مولاي. صح الله يطول عمرك سيدي بالحسنات. اللهم امين يا رب. وبخير سيدي دكتور. الحمد لله سيدي محمد. الله يخلي لك الصحيحه ويخلي لك وليداتك ويخلي لك العزيزه عليك سيدي، كتفيدنا بالبرنامج ربي يخليك. شكرا شكرا خويا محمد. شكرا على واجد سيدي. يا سيدي عندي واحد المشكله سيدي. نعم. واحد سيد صاحبي الأخير ديالي هذه واحد المدة وإحنا مع بعضنا نقول لك 10 سنين، المهم اللي بقيت كان هذيك وإحنا 18 مع بعضنا. إيه كنقول له السيد الدكتور خاصك تصلي وهذا، وانتينا في الميتار انتينا وصلت 32 عام والدنيا ما الدنيا على الفوت وغدا الحساب والعقاب وهذا اللي كاين. المهم عييت مع السيد الدكتور قريب ما شاء الله، وما بغاش واحد الدري متاقف عمره ما قرا عمره ما عمل حتى شي حاجه، كيشوف الحاجه كيقرا كيكتب سميتو الفرنسي كامل اي حاجه الراديو كيفسخو كيعدلو، المهم واحد العقل عنده ما شاء الله ما شاء الله. وهادشي اللي بغيت نقول له مازال ما صنتش مازال ما هدر الله سيدي. لا اله الا الله، وكما قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما شاء الله. وكان في هذا رمضان كان يصوم رمضان. كيصوم رمضان والحق السي دكتور كنا نتصنتوا له انا وياك وعييت ما كنصوني ما كنشد لي التليفون. دابا نقول لك شي عام ونص وانا كنصوني ولا عامين كاع ما كيشد لي السي دكتور. ما شاء الله. اسمح لي سيدي محمد. لا اله الا الله لا اله الا الله. وانا السي دكتور عندي واحد المشكل. نعم. في الدار كيقول لي موالي الدار راه في عمري شي 28 عام. نعم. في الدار كيقولوا لي خصك نتزوج وهذا، وانا كيقولوا لي نتزوج فهمتي بحال اللي داك الشيء كيشكل لي الله عيد خربيق. كيبان لك الزواج غتخربيق. فهمتي يا سيد الدكتور كيشكل لي داك الشيء فهمتي بحال اللي كيحكوا عليا وانا نقول لهم انا محاج ما نتزوجش. فهمتي الوالده بيدك تقول لي نو تزوج انت انا كبير خصك تعمل ولدي زاد. انا نقول لهم دابا فالساعه والو فالساعه والو. ما شاء الله. هو غا اجل وبغي ودارت السي الدكتور ودارت مع البنت الاولى والثانيه والثالثه وما جابش الله اتصال. لا اله الا الله لا اله الا الله. كل حاجه بالاجل ديالها سيدي محمد. الزواج غير قضاء وقدر محتوم على كل نفس منفوسه باجل محدد.
باذن الله. ربما سيدي محمد انت باقي شاب في مقتبل العمر وكتشوف بان الزواج مسؤوليه، وان لابد اللي بغى يتزوج خصو يكون عنده واحد المدخول شهري وتكون عنده نقول لك اسمحني نقطعك السيد بخير. الحمد لله من اللي عنده صحته السيد الدكتور. اييه المهم احنا غير كنقضيو حاجه اذا كنخدموا بالنار وصافي السيد الدكتور، ما كاينش شي مدخول بالحقم اللي كاين الصحه والسلامه. هذيك هي هذاك هو الخير كله، هذيك هي الحياه، هذيك هي الفضل الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الزواج كما قلت هو مسؤوليه، الانسان كيعمل عنده القدره على الكسب الحلال، عنده فاش يمكن يستقر، هذه كلها مكونات. اسمح لي نقطعك دابا السيد دكتور، كنقول هنتزوج وقع المشاكل، فهمتي كيفاش؟ نعم. الله يسمح لينا من الوالدين كبارين شويه، وانت عارف بنادم اللي كيكبر فهمتي اييه كيبقى يدار، وبنادم دا اليوم انت عارف السيد دكتور ما شاء الله وصافي فهمتي. يا قي محمد دابا انت خايف هاد العروسه اللي جبتيها واش غتنسجم ليك مع والديك غتهلا فيهم ولا غتقول لك بغيت نبقى بوحدي؟ ما نعرف دابا السيد دكتور ما نقدرش دابا في الميتال تخلي هذا مشي للخدمه ولا شي حاجه، تجي في الميتال من الخدمه تعبان فهمتي، خصك توضى خصك تصلي في الميتال النهار كامل فهمتي كيفاش السيد دكتور. يا خويا تجي تبرا وقع لك بالمشاكل في الميتال، الوالده ديالك قالت لي خايك قال لي اختك قالت لي وهذا في عبي يرتاح، بنادم يتصنت على الطامر تاع عقلو فهمتيني. اي اسمح محمد ويخذ الراحه النفس ديالو باش غدا ما يصبحش يعاود مقناط من ديك العمل ولا مقناط من ديك الخدمه فهمتي كيف؟ فهمتيني يا دكتور. اي اسمح محمد انت شفتي شي تجارب قريبه منك كتعاني من هذه المشاكل، لهذا تولد عندك الخوف. عندي الخوف دكتور، وعندي واحد المشكل في الدار، عندي مشكل صعيب بزاف السي دكتور. بحالاش؟ السي دكتور دابا واخا نضرب واحد المده في المثال اذا غايب واخا عام ولا عامين ولا خمس سنين. اييه ملي كنجي للدار في المثال دكتور ما كيقوليش، يقول اقل بينجلس مع الوالدين ولا نهضر مع الوالدين فهمتي كيفاش؟ كنجلس معهم على طاوله وحده وكناكلو دكتور، وما كنهضر ما والو مع الوالدين صافي، ولا بنمشي لشي بلاصه اذا عمري في زماني ما قلت لهم انا ماشي بلاصه الفلانيه ولا انا ماشي لشي بلاصه فهمتي يا دكتور. هذا التربيه على الحوار كيكون ربما من طفوله، الحوار بين الوالدين والابناء، ربما ملي كبرتي ما بقاش عندك هذه القدره على الحوار والتواصل معهم. ولكن سي محمد دابا الحمد لله انت شاب 28 سنه، اعطانا الله عز وجل واحد العقل اراده وعزيمه، راه ما كاينش شي حاجه مستحيله او شي حاجه ممنوعه، راه ممكن تصل الى كل الاهداف ديالك بكل بساطه. غتقول بان الزواج هو سنه ربانيه، غيوصل الاجل غتزوج، ما غتخافش. الحالات اللي حولك فاشله ما تبقاش تنظر لها، انظر الى الحالات اللي هي يا سعيده وناجحه باش يكون عندك واحد الرؤيه الايجابيه في الزواج وفي مستقبل القريب باذن الله. الوالدين دائما هما الاول، هما في المقام الاول. الله يبارك استاذ الوالدين احسانا. اييه هما في المقام الاول، ومرضي الوالدين عمره ما يخاف، مرضي الوالدين مهما يكون عمره ما يخاف. الحمد لله اللهم لك انت السي محمد، اللهم لك الحمد. هاد الايام اللي باقي مازال عازب، حاول تهلا كثير 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 في الوالدين، عمر معهم السواق، جلس معاهم بزاف، قول لهم يرضيو عليك، وان شاء الله تعالى مرضي الوالدين عمره ما يخاف، ربي غادي يختار لك من عنده واحد الزوجه غتكون طيبه مباركه على قد يديك، وغتكون ان شاء الله تهلا في والديك وما غتسمع منها ولا ترى منها الا الخير. غير نويو الخير غادي نلقاو الخير. وانت الحمد لله ملي شاب كتنصح الصديق ديالك اللي هو تارك للصلاه، انت الحمد لله قلبك عامر بالايمان، راك عندك اجر وثواب، لان الذي يدل على الخير له مثل اجر فاعله. الصديق ديالك انسان مستقيم وخير لكنه تارك للصلاه، فدائما بقى معه بالكلمه الطيبه، بقى معه دائما بالسلوك الحسن لعله يصلي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. سي محمد حنا كنتمنوا لك حياه سعيده باذن الله، ما عليك الا ان تجتهد في العمل وفي الطاعات واكثر من الدعاء، لان الله تعالى العبد الذي يدعوه يختار له من عنده. كاين بعض الناس اللي ربما عنده كيامن بالقدرات ديالو وبالمؤهلات ديالو وبالافكار ديالو بالمخططات ديالو، ربي يتركه لنفسه. ولكن كاين بعض العباد كيبذل المجهود ولكن دائما يطرق الباب، باب الله تعالى، ومن اللي كيختار ليه الله عز وجل
كيجيب لي الحاجه بين يدي ساهله مهله. وربي كيكرمه في الدنيا وفي الاخره. اسال الله تعالى ان يعينك ويبارك فيك اخي محمد. نتحولوا من بني احمد الى الدار البيضاء مع اخينا السي طاهر. السي طاهر للاسف انقطعت المكالمه، مع دراسه السي طاهر وغنرجعوا لتهزه مع اخينا السي اسماعيل. السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك عمي الحاج، الله يجزيك بخير على هذا البرنامج. أكرمك الله مولاي. عمي الحاج الله يجزيك بخير، أول بعد عيد مبارك سعيد، اسمح لي غادي مرتبك شوية. عيد مبارك سعيد علينا وعليكم ولا جميع المؤمنين. أنا المتتبعين البرنامج ديالك ود عمي الحاج كيعجبني بزاف. حفظك الله خويا إسماعيل. وأنا معك يا سي إسماعيل من نواحي اقليم تزاور بالضبط من دوار تريدات. مرحبا. الله يبارك فيك عمي الحاج، بغيت نعاود لك شي مشكل وقع لي مع الوالد. اياه خويا. الوالد عمي الحاج، انا من الصغر ديالي وانا وواحد خويا انا عايشين مع الوالد في الصراع. يعني كما كنقولوا يعني عايشين معاه في يعني في جميع المشاكل، يعني ما عارف شنو هي كيفاش انا نشرح لك، ما عارف شنو هو الحنان ولا شي حاجه. المهم اي حاجه درناها وحنا صغار ولا شي كيضرب سب وشتم يعني متعنفين. يعني كنكونوا كنلعبوا مع الدريه يعني كتعرف الدري الصغار كيلعبوا يعني ممنوع علينا باش نلعبوا مع شي واحد ولا نمشيو هكا نضحكوا مع بعضياتنا في الدار ولا شي حاجه. ما شاء الله. يعني مقهورين قدام الحاج. لا حول ولا قوه. شحال عمر ديك السي اسماعيل؟ عمي الحاج دابا عندي 33 عام. الله، وما شعرتيش بالحنان ديال الابوه؟ ما لا عمي الحاج والله ما شعرت به، يعني لدرجه انه ما دخلت المدرسه حتى كانت عندي 9 سنين في العمر ديالي. علاش ما دخلتش؟ ما بغاش عمي الحاج والله. خويا كبير، خويا كبير عليا ما قراش، دخلوا شهر في المدرسه شهر وخرجوا كيسرح الكسيبه. ما شاء الله. ودابا خويا راه خدام في الرباط حاسب واحد القاري كيقول لي انا ما قاري ما والو، وكان انا غير قاري قراني باك ودابا شد شي بلاصه ولا شي حاجه بحال الناس قال لك كنتحرج فاش كنكون مع شي واحد قاري ولا شي حاجه. ما شاء الله. وانا ما دخلت المدرسه حتى كانت عندي 9 سنين، وكان قرا مع الدراري كبير عليهم وكان حس بواحد الاحراج، وانا اللي دخلت راسي براسي وكنت كنقرا، والوالد ديالي اللي كان عطينا هكا باش كنقرا اللي عطاها شي حاجه كانت تعطيها ليا ولا انا كنخدم في العطال. ما شاء الله ما شاء الله. ومع ذلك عمي الحاج ما عمرنا درنا له شي حاجه بشهاده الجميع، يعني الناس ديال الدوار كيعرفونا، يعني ماشي كنشكر لك راسي ولا شي حاجه، يعني مهديين من عند الله، مرضيين من عند الله سبحان الله. يعني ما عمرنا خسرنا له خاطره ولا درنا له شي حاجه ولا يعني درنا له شي حاجه اللي تقهروا في خاطره ولا يعني. ومع ذلك صافي كل واحد هكا كبرت وتزوجت وقلت صافي يعني رب لعله سبحانه وتعالى يتبدل ولا هكاك. وتزوجت وعندي دابا جوج وليدات، عندي ولد محمد وعندي هبه. تبارك الله الله يخليهم لك. الله يبارك فيك عمي الحاج. وباقي الوالد نفس الطبع ديالو؟ نفس الطبع او اكثر، دابا اكثر ما شاء الله. فرح لك في الزواج ديالك؟ فرح هكا في ذيك الايامات، ولكن مع ذلك عمي الحاج ولا ثاني عاوتاني في الاخر ولا كيدير المشاكل في الدار ولا كيعنفنا في الدار وعاجل علينا في الدار هكا. شنو هي الحاجه اللي كتقلقوا والحاجه اللي كترضيها سي اسماعيل؟ الحاجه عمي الحاج اي ابسط حاجه ولا ما كايناش شي حاجه اللي كتقلقوا كاع، كيتقلق من راسو هو هكاك مقلق، مخلوق مقلق. كيك ديما زعفان، ديما مقلق، ديما يعني ديما ابسط حاجه ولا يعني اذا ما كانت شي حاجه كيقلب عليها هو لراسو. هو في الطفولة ديالو اللي كنتي كتسمع أيام زمان، واش كان سعيد في الطفولة ديالو مع والديه ولا تا هما كانوا كيعنفوا؟ لا والديه ماتوا هو باقي صغير. عاش اليتم؟ عاش اليتم. شكون اللي رباه؟ ورباه غير هكا شي ناس وكان كيسرح عليهم حتى كبر وتزوج. ما عطاوش العطف. دابا هو فاقد الشيء لا يعطيه. ملي كتلقى واحد الأب حنون فيه العطف لأنه خاضوا من عند والديه أو اللي رباه. ربما الوالد ديالك خو سي إسماعيل مسكين فاقد الشيء لا يعطيه، عاش اليتم
وتهو كان كيسرح ربما كانوا كيضربوه كيعنفوه عمره ما سمع كلمة طيبة. ملي ولد الوليدات بغى يعطيهم العطف ما لقاش عنده ما عندوش ما عمره ما ذاقوا. ولهذا مسكين هو في حد ذاته راه هو ضحية هادشي اللي وقع عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا فاضل رمضان عامل حاجة فهاد الاخر كنا في الاول رمضان مزيانين كياكل معنا ويشرب معنا وانا اللي كنخدم مع الناس وانا ما عندي الصحه ديال الخدمه وداك الشيء ومع ذلك كنقاوم كنخدم باش نرضيها باش نرضي ونخدم باش انت باش ما يحسش داك الناقص ولا شي حاجه ما شاء الله. يعني احنا احنا مساكين ماشي اللهم لك الحمد على ما عطى الله احنا انا من الحامدين الشاكرين الحمد لله كنا فقراء تحت ملك الله تعالى. داك الشيء اللي كان عامل حاجه وفهاد الاخر ديال رمضان ما بقاش كياكل معنا كيمشي عند الجيران كيفطر عندهم وكيشد الشمل ديالنا وكيمشي كيعاود لهم الاسره ديال البيت. اعوذ بالله. يعني الحاج كيقول شي هضره كنقول شي خطره انا الى لقيت نخرج للمغرب ما نبقاش المغرب ولا ما نبقاش حدا. لا حول ولا قوه. وكان كنتراجع مع راسي كنقول لا حول ولا قوه الا هذا با كما كان ما ولكن كيدير لي شي خدمه عمي الحاج راه ما ماشي داكشي اللي غادي نعاود لك. ما شاء الله. والوالدة سي اسماعيل الوالدة كيف كتعامل معها؟ الوالدة من الحاجة هي دازت عنفها بزاف كان كيضربها هي مغلوبة عن أمرها مغلوبة عن أمرها وكانت دازت معها الأخرى وكان فطر داك الشيء اللي يدوز معها يعني دوز عليها يعني القهرة بمعنى الكلمة كان كيضربها كيعنفها بزاف كنا معنفين لدرجة ما تصورش داك الشيء عمي الحاج ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وسي اسماعيل هذه الشخصية ديال الوالد ديالك راه هي متواجدة كثيرا في مجموعة من الأوساط ومن الأسر. كنلقى واحد الأب اللي هو عنده عقاد نفسية لأنه في الطفولة ديالو عاش محروم وعاش منكوب وعاش مهمش ومن اللي كبر لقى راسو بأنه ما كيلقاش العطف والحنان كيبغي يعطف على وليداته باغي يعطف لكن ما عنده قدرة. حتى الزوجة ديالو كيبغي يحن عليها ما كيلقاش عنده الإحساس ديال الحنان ما كيعرف إلا يضرب ويعاتب ويغضب ويرفع صوته وهذا غنقولو سي إسماعيل هذا من قدر الله. الله عز وجل ملي كيقسم لنا الأرزاق كيقسم علينا الأموال والصحة والعافية والأحباب هذا رزقك ونصيبك في الوالد. كي غنتعاملوا مع هذا الوالد؟ أول حاجة غنتعاملوا معاه بالصبر المطلق لأن الوالدين ربي عطاهم واحد المقام رفيع وخا يكونوا كافرين وخا يكونوا مشركين ربي عز وجل أمرنا بطاعتهما. دائما ما عمرنا ما نرفعوا الصوت أمامه ولا نواجهه المواجهة ما كيناش. لا عمي الحاج ما عمرني واجهته ما عمرني يعني اللهم لك الحمد لحد الساعة يعني كنبقى كنصلي وكنذكر الله كنبقى وقل حسبي الله ونعم الوكيل داك الشيء اللي كنقول اللهم ارزقني صبر أيوب. لا إله إلا الله لا اله الا الله. هاني لك سي اسماعيل. انا عمي الحاج كنت خدام في واحد البلاصه بعيد شويه على الدار. اييه. يعني فاش خليت من ذاك الخدمه رجعت للدار يعني قلت زعما عمي الحاج راه كبار وهذا نبقى معاه. اييه. يدفنوا ولا يدفني ولا مهم. الله يطول عمركم. امين الله يحسن والدين. قلت داك الشيء اللي جاب الله ناكلوه كاع ولكن كيمشي عند الناس كيقول لهم اودي خصو يخرج خصو يبعدني خصو هذا الشيء بغيت نستشر معك عمي الحاج انا. يعني قررت يعني نخرج من الدار ومع ذلك لقيت هكا شي حاجه باش نعطيه الدار ديالو نمشي نخدم هكا ولا نكري ولا اي ما فيها بس يعني نعطيه اتساع باش حتى هو ربما يكون يرتاح في الضمير ديالو هكا ربما الى عندك القدره سي اسماعيل من الاحسن بعض المرات الا بقى الشنآن بالوالدين وبالابناء من الاحسن تقع واحد شويه ديال العزله باش يشتاق لك تجينا عنده ويجينا عندك إلا كان عندك القدره والاستطاعه انك دير سكن مستقل ويبقى الوالد معزز مكرم فرحته. ربما كاين بعض الناس كيكبروا ما بقاش عندهم الخاطر انت ربما في اول الطريق وعندك زوجه باقا صغيره وعندك وليدات وفرحان بهم ربما هو يزعجه الضجيج ربما تصرفات جديده ما كيقبلهاش نخليه على خاطره إلا عندك القدره والاستطاعه انك تقلب شي سكن مستقل وربي يفتح لك باب التيسير. نعم عمي الحاج يعني نتكل على الله واخا ما عنديش لحد الساعه ما عنديش الاستطاعه وما عنديش القدره ولكن غادي نتكل على الخالق سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه
من يتوكل الله فحسبه. انت غديرها ديرها قربة الى الله. يا ربي انا بغيت نبقى شمل مجموع مع والديا، ناكل معهم ونوكلهم ونعيشوا جميع، ولكن يا ربي كريم ديما خاطب الله عز وجل هو قريب منا. نعم. وانت الحمد لله سي اسماعيل راه بهذه التجربة المريرة انت عندك مقام الصابرين، هذا مقام رفيع. انت في مقام سيدنا ايوب عليه السلام، نعم العبد انه اواب. صبرتي واحتسبتي، ربي عز وجل وضعك في محل الاختبار. احنا راه كلنا كنختبروا، راه كل واحد منا وضع الله عز وجل في موقع، هو في حاله اختبار. داك اللي عنده والديه زوينين وظريفين وكرماء حتى هو في اختبار، ها يشكر النعمه ام يكفر. وانت اعطاك الله اختبار، ها تصبر ام تتجر. وانت صبرتي الحمد لله، نجحت في الامتحان، واصل، وربي سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك ان شاء الله في القريب العاجل. ربي يفتح لك باب التيسير وباب الفرج، وخلي دائما العلاقه مع الوالد علاقه ديال الموده وديال الرحمه وديال الطاعه الكامله، وربي سبحانه وتعالى ما يتخلى عليك ان شاء الله تعالى في القريب العاجل الكريم سبحانه وتعالى يفتح لك باب الفرج. ومرضي الوالدين راه في ممشى محبوب، مرضي الوالدين يدق الباب غير تفتح ليه، وعمرك ما غتخاف باذن الله تعالى. اعانك الله ووفقك الله. وهذه رساله لبعض الاباء والامهات اللي عندهم هذه الشده، غنقول لهم فعلا ايها الاباء وايها الامهات، عارفين بانكم حتى انتم ضحايا مجتمع، حتى انتم الى سمعنا لكم غادي نلقاو بان المسار ديال حياتكم مليء بالاحزان ومليء بالانتكاسات، ويا ما تعذبتم ويا ما صبرتم وما بقاش عندكم الخاطر نهائيا. ولكن ما نسوش راه العلاقه بالاباء والابناء خاصة تكون علاقه مبنيه على المحبه والموده والصبر، والصبر والاحتساب، الاحتساب ماشي المحاسبه، الاحتساب. للاسف حنا كيغلب علينا التعامل فيما بيننا، شي كيحاسب شي، واش عقلتي اش درتي، واش باقي كتذكر ملي درتي، كنبقاو نتحاسبوا فيما بيننا. هذا مقام وضيع، كاين هناك مقام ارفع منه، مقام الاحتساب. اعرف انه وقع الذي وقع، ولكن احتسب الامر الى الله وافوض امري الى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وربك بل ربك يؤدي عنك. فرساله الى الاباء والامهات، الله يجزيكم بالف خير، ربي عز وجل كرمكم ورفع مقامكم وقال وبالوالدين احسانا، فوليداتكم ما تكلفوهمش ما لا يطيقون، اذا اخطاوا احسنوا لهم وتجاوزوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اذا ولدك وبنتك اخطا فيك ودار فيك شي اعمال اللي هي يا اساءتك، الا تحب ان يغفر الله لك؟ اسمح واعفو واصفح، وربنا عز وجل يعطيك الأجر والتواب العظيم. أسأل الله تعالى أن يجمع شمل الجميع ويوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نتحول من تازة إلى بن قرير مع أخينا السي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله سيدي محمد. الحمد لله سيدي دكتور قريبان، اكرمك الله مولاي. رحنا فرحانين لهذا البرنامج ديالك، كنشكرك بزاف، كان الله يحفظك لينا والله يخليك. الله يرفع مقامك سيدي محمد. والله يحفظ هذاك الاخ صابر اللي كيستقبل المكالمات، كنشكرو حتى هو بزاف. نعم، تحيه للسي صابر المخرج ديال البرنامج واللي كيمتاز بالصبر والصدر المنشرح والابتسامه الدائمه. الله يحفظك لينا دكتور. حياك الله مولاي. دكتور انا الله يجازيك بخير، بعض المرات كنكون مرتبك وكنحس بقلق وبحالة الصدر ديالي كيضيق عليا وما عرفتش شنو ندير. ما شاء الله. وهذا القلق منين جاك سيدي محمد؟ واش كتكون امام شي موقف ايذاء، موقف حرج، ولا غير هكذا بلا حتى حاجه كيجيك القلق والارتباك؟ انا بعض المرات دكتور كنكون انا واحد الوقت وصلت لواحد المرتبه وليت كنسب الناس وكنضرب الناس وكنهرس المواعن في الدار وبزاف ديال الحوايج. الله 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 الله. ماشي خاطرك سيدي محمد ياك؟ فكرت واحد اللحظه دكتور، فكرت بان كنت باغي ننتحر واحد الوقت. الله 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 الله. سي محمد شحال العمر ديالك؟ انا عندي 34 عام. وهذه الحاله امتى صابتك؟ من المراهقه ولا حتى وصلت للعشرينات؟ لا في 2014. الله. 2012. انت مزوج سي محمد؟ لا يلا ان شاء الله راني مقبل على الزواج ان شاء الله. وهاد الحالة اللي صابتك شنو السبب ديالها؟ واش كنتي في شي تجربة عاطفية فاشلة، ولا كنتي شي ظروف صعبة مريتي بها؟
لا انا كنت كندخن غير السجائر ما كندخنش المخدرات ولا شي حاجه. اييه واحد الوقت حيت داك الشيء وليت كنصلي وداك الشيء وكنت خدمت واحد الخدمه زوينه. اييه وفيها وقع لي المشكل. هاد الخدمه شنو هي هاد الخدمه؟ كنت خدام في واحد القهوه واحد الريستوران. اييه واش وقع لك فيها؟ واش كانت ديك الريستوران كانت فيها شي مواد مخدره ولا شيشه ولا شنو هو اللي؟ لا 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 ما فيهاش هذاك الشيء. هذه قهوه ديال الناس عائلات في لوطوروت كي كتعرف انت. اييه نعم مزيان هذا. وكنت خدام بخير واحد اللحظه كيبان لي واحد السيد يعني دخل كانت صحابه راجل خالتي هو دخل تم غادي لواحد المكان ملي تبعته شاف فيا كيبان لي هو يعني هو ملي شاف فيا ما لقيتوش ماشي هو عاود الثاني بغيت نتاكد ما بقيتش لقيته. اييه ومشاكل بزاف كانوا كيبانوا لي شي حوايج وشي حاجه بزاف ديال هادي غير وسوسه سي محمد. هادي نعم. غير وسوسه خويا. اه وسوسه الانسان هو ضعيف اذا بقى بنفسه قوي اذا ارتبط بالله. فهادي سي محمد كتسمى حاله وسوسه تصيب الانسان كتكون عنده مشاكل يوميه. حنا كلنا عندنا مشاكل صعوبات في الحياه ربي هكذا خلق الحياه كل مشاكل. دكتور قريبان. نعم سيدي. كان دابا كنخدم شي خدمه زوينه كيسهل فيها الله لشي حاجه. اييه وكنبدا خدام مزيان وداك الشيء وكنكون غادي بعض المرات الخدمه مع الصباح غادي بحال كاي كاع الناس. اييه كنوصل حتى لهذاك الباب ديال الخدمه دكتور الدنيا كتكحل لي في العينين ديالي ما كنبقاش نحمل ندخل ليها ولا نخدم ولا شي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت بس فسرت السي محمد هذه الحالة. نعم بس فسرتيها واش عندك شي عمل شيطاني ولا وقع لك شي حاجة؟ ربما بحال ما كنقولها كنلتجا عند الطلبة وداك الشيء. هذا حاشاك صوت حمار يهرنق. ويقال بأن صوت الحمار إذا كان يهرنق بمعنى أنه رأى شيطانا يمر بمكان. لكن كتكون شياطين ديال الجن كتكون كتكون تتجول في الطرقات والحمار حينما يرفع صوته كيكون ربما كيقولوا بعض الخبراء وبعض اهل العلم بانه راى شيطانا ارواح خبيثه. وربما تقدر تكون سيدي محمد انت من الناس اللي مرصود كيتسمى مرصود كيتصاب بهذا الشكل وممكن تكون غير مجرد وسوسه حديث نفسي. وانا دكتور دابا واحد القضيه الله يتقبل كنصلي إيه؟ كنقرا شويه القران وداك الشيء. نعم وكيسهل عليا الله في اي حاجه. ربما كاين شي حوايج اللي ما كيتحققوش ليا واكثريه الحوايج اللي كنبغيهم كيتحققوا ليا ولكن ملي كندخل ليهم كينقاطع عليا داك الشيء منهم. ما شاء الله ما شاء الله. وسي محمد هذه دليل على انك انت خاصك فقط غتزيد في الاقتراب من القران الكريم ان شاء الله تعالى. هذا اذا كان عندك وسواس راه سوف يخنس من شر الوسواس الخناس. اذا كنتي من النوع اللي عنده شي عمل مرصود لان كاين بعض الاعمال الخبيثه سحريه تقع قد تكون معموله للانسان او معموله لغيره او تخطاها كيوقع لي تغير فكري وفيزيولوجي غريب هو ما كيفهمش نفسه. في جميع الحالات كيكون الانسان العلاج انه يكثر من الاذكار ويكثر من حضور صلاة الجماعة. هذا من أهم وسائل العلاج أن الإنسان سواء كان عنده وسواس فهو خناس وسواء كان عنده عمل شيطاني فهو بإذن الله يفك. أحسن طريقة للعلاج أنه يواظب على الأذكار بخشوع واطمئنان وأنه يواظب على صلاة الجماعة. الوضوء علاج، الصلاة مع الجماعة علاج، الإكثار من الأذكار علاج. الإنسان لا يلتفت وراءه، ما يبقاش يفكر في وراه، وقع ليا وطرى ليا وضيعت كذا، ما يشوفش وراه. ما مضى مضى. وما يبقاش يخاف من المستقبل، عندك غادي يوقع ليا، ناري غادي يوقع ليا، أبدا. ما مضى مضى، والمستقبل مؤمل باقي في الغيب، وليس لك إلا الحاضر اللحظة. عيشها طولا وعرضا، استمتع بوقتك. افرح بشبابك. انت السي محمد عندك السن ديال 34 سنه، هذا السن المفروض انك تكون قوي، عندك عزيمه واراده شديده، وانت مقبل على الزواج، خاصك لابد تكون مستقر نفسيا، ما تخليش هاد الوساوس تهجم عليك وتحطمك، لان حتى الا بغيتي تشق الطريق ديالك للزواج وتكوين اسره غتبقى متذبذب. اياك من الان، من الان غنقول لك غتزرع الثقة في النفس، قل أنا سليم، أنا معافى، أنا قريب من الله، أنا لساني ذاكر، أنا التحجم ما غتبقى تأثر فيا بهذا التأثير السلبي،
وغنمشي للعمل ديالي بجد واجتهاد وغنكسب الرزق ديالي حلال وغنمشي نخطب ديك البنت وغنتزوج وغنسعد العائله والحباب وما نبقاش نسب الناس باش نحيد السب ديال الناس. لساني يكون كثير الاذكار كل ما كان اللسان كثير الذكر كل ما كان كينطق بالكلام الطيب. اما الانتحار فلا كفر بواح اياك ثم اياك تفكر في الانتحار. عطاك الله فرصة ديال الحياة، عطاك الله جسم، عطاك طاقات، عطاك مؤهلات، عطاك كفاءات، عطاك خيرات، استمتع بوقتك وخلي الناس اللي من حولك يستمتعون بك، أمك وأبوك وإخوتك ونسابك والأحباب والأقارب والجيران. خليك دائما فرحان وسعيد واستمتع بوقتك. ما تخافش الموت غادي يجينا كاملين وكلنا سوف نودع. لا تتعجل، الآن نحن خلقنا للحياة، للبناء، للتشييد، للتعمير، للعطاء. ودائما ما نحاولوش نبقاو التفتوا للوراء ديالنا وما تكونش عندنا الآراء السلبية المظلمة، وإن شاء الله تعالى ما غيكون إلا الخير في المستقبل القريب. أسأل الله تعالى أن يجمع شملك ويرفع مقامك ويبلغك مقاصدك ويرزقك رزقا وفيرا ويشافيك من كل داء وسقم. اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من منقرير إلى مراكش مع أختنا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام دكتور فريد عن هذا. للا عائشة ربي سليك للا. الله يباركك الله يكون نعمك سيدي بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك. ربي يخليك سيدي. ما عرفتش كاع منين غادي نبدا سمح لي. مرحبا للا. الله يبارك فيك. الدكتور اش نقول لك، انا عندي المشكل مع حاسة انني غريبة في دارنا، ما عرفتش شنو، ما عرفتش ما كيفاش، يعني انا معاهم مزيانه وكل شيء ولكن كنحس بواحد الفراغ كبير من ناحيتهم من جهتي انا. ما شاء الله ما شاء الله. ما كيتحاورش معايا، ما كيعاودوليش اي حاجه وقعت في الدار، ما كيتلاقاو معايا على برا، ما كاينش اللي كيقولها ليا. يعني هذه المساله هذه مرضاني بزاف. الله الله الله. تعباني بزاف ماشي شويه. لا عيش، شحال العمر ديالك؟ لا خلال 47 سنة. مزوجة؟ لا مازال. ما شاء الله. وشكون هادو اللي كيتعاملوا معك هاد المعاملة ديال اللامبالاة؟ واش الوالدين ولا الإخوة والأخوات؟ لا هنا عندنا الأب ديالنا أصلا ما كيمهتمش حتى شي حد فينا، واحد الأب اللي ما مهتم حتى شي وحدة. ما شاء الله. حالة ثانية ديال البنات وأخ واحد. تبارك الله. يعني ما مهتم حتى شي واحد، ما كيعرف لا اللي مريض ولا اللي صحيح ولا حتى شي حاجة، يعني مازال بوحدو. ما يبغي الانسان يحط له ما قلته صافي هادشي اللي كيبغي، والغوط والصداع هادشي كاين فيه ما كي، يعني في حاله الا يتاخر على الانسان شويه كيبقى يغوط وكل شيء، يقدر ما يهضرش معاك قاعد السنه، ما يشوفش جهتك كاع، ما يهضرش معاك واخا تهضر واخا دير اللي بغيت دير، ما عنديش بحال اللي مزوج بحال اللي ما مزوجش، يعني ما عنديش هو كلشي عنده صافا. ومعايا انايا مغير بزاف مؤخرا، بزاف بزاف بزاف. انا كنت تاقي لا كنت كنخدم وكنبرك، ملي كيكون مريض ولا كتكون الوالده هي انا كنبرك كنلقى فيهم، ولكن هاد المره انا ما بقيتش بغيت نبرك في الدار صافي. عييت الله الله، بديت الخدمة قلت ما بقيتش غنبرك صافي. الله ما شاء الله. انا خدمت ما بقاش لقى داك الشيء، المهم ما بقاش معايا، ما بقاش يهضر معايا، ما بقاش يتكلم معايا نهائيا. لا اله الا الله. نتسلم معاه واخا ندير اللي درت، لا ما عندوش سوق والو، ما يشوفش جهتي نهائيا، يعني نكون كاع انا وياه في الطريق يدخل يبدل عليا الطريق واش ما يهضرش معايا، ولا الا كنا داخلين مع الباب يدخل ويسد عليا الباب. يعني ما شاء نقول لك دكتور، مرضاني هذه الحاله بزاف لدرجه انني مرضت. الله الله الله. بزاف د المرات وكنقاوم وكنوض وكنقول بعد مرات غادي نخوي الدار وغادي نمشي نسكن بهذه، كنعاود نقول ثاني لا، الوالده كتقول لك لا تبقى تبكي، ونقول ثاني الشومبه ونعاود ثاني نقعد، ولكن ضغط على نفسي بزاف، ضغط على نفسي بزاف ما نكذبش عليك. اختي عائشه، الوالد ديالك ربما عنده 8 ديال البنات، ربما واش هو كان فرحان بهم هذا المسار ديال الحياه ديالو كلها ولا كان؟ لا نهائيا نهائيا، من الصغر ديالنا ما شفناش معنا زوين، من الصغر ديالنا ما شاء الله نهائيا. كان ديال العصا والضرب والمولى مبالا، وكان ديما يقولوا لنا انتم 70 وحده ما سدتي لي حتى باب ليومين هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. وكان زوجين ويجيبوا ولادهم وكل شيء وداك الشيء، وفرحوا ويضحكوا وينكد عليهم ويمشي، وكل يمشي منكد في حالاته.
والاخ ديالكم الاخ الشقيق اللي هو ولد واحد بين 8 البنات كي كيتعامل معاه؟ حتى هو بحال ما معنفو يعني هو بحال الا عطاه الماده فهو يهزو فوق راسو بحال الا ما كانش مسكين عنده ولا شي حاجه ما عطاش صافي كيقلب عليه ما شاء الله. يقول لكم خوط ما زيش ما هذا ما هذا يعني كيعطي شي الفاظ اللي ما اللي ما يتقبلها حتى شي واحد لدرجه انه تيبقى مسكين تيبكي وتيسكت. هو حنين معنا صراحه الله هو اللي كبرنا ماشي با انا هو اللي كبرنا. الاخ ديالكم هو اللي كبير هو اللي كبرنا صراحه الله ماشي الاب ديالنا ما شاء الله. حنا هو اللي هزنا هو اللي صافي عندنا هو كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. ربما هو الحمل تقلع لي بزاف تسعود ديال الوليدات صعيب باش انسان يولدهم ويكبرهم كاملين ربما تقاد لي تقاد ليه الزاد ديالو هاد الوالد ديالكم. ما كناش كنكلفوه يعني كان يعني لدرجه كبرنا وكبر فينا الخوف. الله الله ما كناش نقدروا نقولوا حتى فينا الجوع ما كناش نقدروا نهضروا كناش نقدروا نهضروا ما شاء الله. ملي كبرنا عاد ولينا كنهضروا وكنسميتو وانا ضقت بيا وليت كنهضر وكنقول لا عادي وهاد لا وهاد لدرجه ولا كيتشد معايا ولا كيقول انت مفخوطه انت ما مزياناش وهذا مؤخرا انا هاد السنين هادي خدمت مابقاش غير نتناقش معاه ولا كنتجنبو باش ما نسمعش شي حاجه اللي بتضرني اولا ناخذ منه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ما شاء الله ملي كنتجنبو بزاف. كان كنتو صغار كان كيضربكم؟ بزاف واه كيعنفنا وكيعنف الوالده بلا قياس. ما شاء الله ما شاء الله. إذن ربما هذا كيقولوا علماء النفس هذا عنده شخصيه متسلطه شخصيه كتكون بعض الرجال كاين اللي عنده شخصيه ودوده في الموده والرحمه وغير كيضحك وكاين اللي عنده شخصيه متسلطه دائما مقطب الجبين وكيسب وكيضرب وكاين اللي عنده شخصيه كل واحد ربي شعطاه ربما هو هذه الشخصيه طبعت فيه هكذا وربي سبحانه وتعالى ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. كنلقاو بعض مرة لالا عائشة بعض الأشياء ماشي احنا اللي اختاريناها أشياء هكذا قسمها الله عز وجل ما علينا إلا أن نقبل بها مادام أنها جاءت من عند الرحمن. الوالد ديالك ما اختاريتيش انتيا فتحتي عينيك لقيتي بأن الوالد ديالك هو اللي لقيتي ربي عز وجل اختار لك الوالد والوالده. وفي هذه الحاله هذه كيبقى الانسان ما عليه الا انه يصبر لقدر الله تعالى. هذا الصبر الشريف واكيد قدر ما شاء الله. ما بقاش قاعده الصبر ما نقدر ما نكذبش عليك زيت الحمل كثير ما بقيتش قدرت ما شاء الله. قدر الصبر ديالي عندي واحد الاخت ديالي انت تولي تصبغي هذيك راه انا اللي قايمه ما نكذبش عليك انا اللي قايمه فيها راه داكشي اللي كيدير لي على ود داكشي تنقول الهضره على ود هذيك ما ياكل حتى شي واحد ما شاء الله. انا عشت ايام ما قابلهاش وانا اللي كنت متكفله بها وكلشي ود اللي غوت عليا علاش ديري علاش انت اللي درتيها علاش انت اللي درتيها علاش انت يعني بزاف 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 ما شاء الله. اختي عائشه كنتي كتمني كنتي كتمني ملي كنتي صغيره كنتي كتمني يكون الاب ديالك شكل اخر كي كنتي كتمني يكون هذا الوالد؟ كنبغي يكون بحال الاخ ديالو عمي الله يرحمه. ياه كنت كنفضل يكون عمي هو الاب ديالي ما شاء الله. صراحة الله يرحمه مسكين مشى صراحة الله عمي كان حنين علينا كاع يتنسخنا وكل شيء وحضنا عمي الله يرحمه. لا اله الا الله وحضنا مسكين الله يرحمه وخلى فراغ كبير خلى فينا فراغ كبير بزاف ما شاء الله. اختي عائشة كملوا ولادو انت دابا 47 عام باقا ما تزوجتيش كتحسي بان التربية ديال الوالد الشديدة كانت وراء هاد عدم الزواج ديالك؟ واه اللي كنت خوف كان فيا الخوف ما شاء الله ديال الخوف ما كنقدرش يعني كنخاف في المدرسه ما كنتش كنقدر نهضر لا مع دري ولا مع اي كان كان فيا الخوف بزاف بزاف. لا اله الا الله فيا الخوف هذا الخوف هذا خلاني ما بقاش لدرجه اني ما واحد الوقت ما كنتش كنعرف كيفاش نتصرف مع لا حتى البنات ما كنتش كنعرف نتصرف معاهم ما شاء الله. كان كيتدخل لي في جنبي تنقول هو بيضربني من هنا هو بيصوت عليا من هنا هو الخوف يعني كنت غادي ورعده فيا ما نقدرش لا حول ولا قوة إلا بالله. ما سيطرت على نفسي إلا بالخدمة كنخدم وقررت باش أنني نخدم مع أجانب ما نخدمش مع المسلمين ما نخدمش معاهم ما نكذبش عليك يعني بحال جاتني عقدة منهم كنقول ضرب ما تقوليش حاجة من هنا ولا من هنا من هنا وفعلا لقيت راحتي مع الأجانب ما نكذبش عليك كنت معاهم راحتي مزيان وكيبغوني لواحد الدرجة ما كتصورش وكيطلعوا لدرجة أنهم كيبغوني نمشي معاهم على برا إلا أنني أنا ما كنقدرش مثلا باش نخلي هاد الدرية هاد الأخت ديالي مع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اختي عائشه احنا حاسين بالمعاناه ديالك
هذه معاناة شديدة. دائما كنرجعوا اختي عائشة الى اصول الايمان. عندنا الاصل السادس هو الايمان بالقدر خيره وشره. انت لم تختاري هذا الوالد ولم تختاري هذه الوضعية. انت حليتي عينيك لقيتي نفسك في هذه الوضعية. كاين بنت تولدت لقت في فمها ملعقة، لقت عندها واحد الاب ودود وام عطوفة والعائلة كلها مبتسمة. هذا قدر، ربك يقسم الارزاق. ولكن ما تخافيش، دائما كل حاجة بالثمن ديالها. انت هذه المدة كلها كنت صابرة، كنت محتسبة، وكل لحظة مرت على عمرك إن شاء الله تعالى لك فيها من الأجر والتواب ما الله به عليم. حتى حاجة ما ضعت لك. ما تقوليش بأن 47 عام ديال العذاب وديال المعاناة، أبدا. أنت عندك 47 عام ديال الصبر وديال الاحتساب، 47 عام ديال الأجر والتواب. أنت إن شاء الله غتكوني عند الله تعالى من المقربات بإذن الله. الآن أش غنديروا فيما يستقبل؟ غيبقى دائما الوالد هو الوالد، هو هكذا خلقه الله، هادشي اللي عطاه الله تعالى. لا إله إلا الله. ولا عائشة، اسمك اسم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. غنهدي لك هذه الأنشودة لعل وعسى تهدأ من الروعة دي. مستمعي الأفاضل، نعود إليكم لنواصل هذا اللقاء المباشر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة ويرزقنا المزيد من الخشوع والمزيد من الاهتمام بالطاعات والعبادات. نعود إليكم ونذكر مرة ثانية بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل. أرقامنا 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. نحن كلنا آذان صاغية وقلوب واعية، نستمع إلى نبضات قلوبكم، إلى مشاكلكم، إلى همومكم، ونطمح أن نتشارك جميعا في إيجاد الحلول المناسبة أو على الأقل التخفيف من وطأة المعاناة. والله تعالى رحمن رحيم. معنا مكالمة من ورزازات مع أختنا زهرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، لاباس؟ أهلا لاله زهرة، لاباس عليك لاله؟ لاباس، الله يبارك فيك. أنت لاباس عليك؟ ولله الحمد لله. سامحني شو كنعرفش نهضر بالعربية، أنا في الحال ما كنعرفش نهضر مزيان. مرحبا، احنا اللي سمعناها فهمناها باللغه العربيه مزيانه، واللي كتب الامازيغيه نفهموها بالقلوب ديالنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا دكتور. انا الله يخليك، عندي واحد المشكله. انا مريضه امراض نفسانيه، كنت قلق، كنسمع شي هضره ماشي هي هذيك، ديما كنعاودها، ما كنعش مزيان، ما عرفتش مالي. واش لالا زهره كضرك الكلام ديال الناس؟ لا، ماشي كلام الناس، ما في واحد الحاجه في قلبي ديما ثقيله، قلبي ديما مسدود عليا، ما عرفش مالي. كتحسي قلبك مسدود مغلق؟ ديما حتى في النعاس ما كنعش مزيان، حتى كنكون في وسط العائله كيهضروا، كاع ما كنحضرش، واخا جلسه معاهم ما كنحضرش. الله الله الله. وكدير مع وليداتك لاله زهره؟ انا كاع مازال ما تزوجت. الله. الطفولة ديالك دوزتيها، دوزتها سعيدة مرحة فيها اللعب؟ ولا في العادة ماشي، ما كانش زعما دوزتها في البكاء والمشاكل مع العائلة ما شاء الله، ما شفتي نهار بيض نهائيا في الحياة. الله 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 الله. شكون اللي كان كيعنفك في الصور ديالك لاله زهرة؟ ومع دوزت بكري وطلقت، صافي جابني هذاك الطلاق، جابني المشاكل مع العائلة بزاف. الله 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 الله. وسكننا في العروبية، المرات اللي متلقى في العروبية كتجي شوية قاسحة. ما كيتقبلوهاش. زعما ما فاهمينش اللي متلق، زعما راه قدر الله نصيب. ما فاهمينش ديك الشيء، لا المرة اللي متلقى كتجي بحال إلا ديك الشيء دارت ديك الشيء اللي بغا، زعما هي اللي بغات ديك الشيء. وانت لاله زهرة كتعيري العائلة، كتعيرني خواتاتي، الناس من برا، زعما عشت واحد العدم ما عاودتش. انت اختي زهرة، ما كرهتيش انك
ما كرهتيش كون لقيتي متزوجه، ولكن ربما لقيتي الزواج اللي تزوجتيه التجربه كانت مريره بزاف، كان فيها العذاب والمعاناه. بزاف كاع ماشي شويه. ما شاء الله. ولكن مش حال هذه مطلقه، مش حال هذه، ولكن خلاني بكشي هذاك الزواج خلى فيا واحد الحاجه ما مزيانش، بلا ما كنرتاحش نهائيا. واخا داك الطلاق كان منذ زمان، ولكن بحال يلا وقع البارح مازال الالم في نفسك جديد، باقي الجرح جديد، دائما كتفكري وكتسترجعي. ديما كنحس براسي بحال عايشه في واحد الظلام، ديما قلبي كيعيش في الظلام، ما كان الله الله. واخا جات اي حاجه تجي جديده، اي حاجه بلاصه مشيت ليها ديما قلبي مسجود عليا، ما عرفتش شنو غندير. لالا الزهراء، هذا العيد العيد فطر السعيد، كي دوزتي هذا العيد؟ كنتي فرحانه بحال الناس؟ كنتي مستعده باش تحتفلي بالاحتفال وتخرجي مع الناس تلقي مع العائله والحباب؟ لا ما خرجتش حتى العشاء، ولكن خارجه، ولكن بحال خارجه بحال جالسه في الدار، بحال جاني بحال ايام عاديه صافي. دابا اختي زهراء، انت درتي واحد الدائره مغلقه ودخلتي لها وسط منها وسديتي الباب. انت دابا ربما ما غتسنيش شي واحد من الافراد العائله هو يعطيك السعاده والطمانينه والاستقرار، انت خصك تعطيها لنفسك بنفسك. كونك انك مرتي بزواج تجربه فاشله، ماشي انت الاولى وماشي انت الاخرى، هذا قدر محتوم كان مقدر قبل ان تولدي. المشكل هو انك استسلمتي. ولكن دزتك شي شحال هذه، ولكن ارى ما بقاش كنفكر كاع في الزواج ولا صافي زعما بحال ما بقاش كنفكر فيه، ولكن خلى فيا واحد الحاجه في قلبي ما عرفتش. نعم، جرح باقي مازال لم يندمل، مازال ينزف بالدم. وزهرة اختي، اش كديري في الحياه؟ واش انت عندك فارغه ولا كتشغلي نفسك بشي حاجه في الحياه؟ غير في الدار وصافي، كنقرا شي حاجه، كنتعلم شي حاجه في برا، ولكن اغلبيه كنجلس في الدار. خص لابد انك تحاربي الفراغ، لان الفراغ هو اكبر عدو كيخلي الانسان في صراع مع عاداته ومع نفسه. خص لابد انك تختاري واحد العالم جديد تجددين حياتك، لان المراه كتطلق كتجلس في الدار وكيبقى الايام تمضي كانها روتين، بعضها يشبه بعضا، ما كاين تجديد الايام. هذا كيخلي الانسان عنده انقباض في النفس، كيبان لي بحال البارح بحال اليوم بحال غدا، وبحال كياكل القوت وكيتسنى الموت كيف كيقولوا في المثل الشعبي. سمحي لي يا دكتور قطعتك، راه عائلتنا ما فهمش داك الشيء، واخا كتقولي مش نخدم ولا نمشي زعما مش نخدم، عرفت تقول لك لا جلسي في الدار، فين غادي تمشي؟ اش غادي دير؟ فما كيخليني داك الشيء وما كنرتاحش نهائيا. الله. ومع ذلك اختي زهراء، لابد ان تكون عندك الاراده ديالك والعزيمه، قنعيهم بانك الا مشيتي قريتي مثلا في محاربه الاميه، او قريتي في المجلس العلمي، او تعلمتي في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه شي صنعه او شي حرفه، قنعيهم بان هذا العمل ماشي عيب ماشي حشومه، وراه الحمد لله سيدنا كل مره كيتجول عبر اقاليم المملكه كيصوب النوادي النسائيه، المراه اللي عندها ظروف صعبه كتلقى واحد المؤسسه كتولج ليها، كتعلم، كتلقى اللي كيحتضنها اللي كيساعدها. اما تبقى بين اربعه جدران ما غتساليش، غتبقى الايام تمضي هكذا. هذاك الشيء اللي كان دكتور. واختي زهراء، وكنطلبك تدعي معايا باش المرا ما عندهاش. الله يخليك دكتور. راه لالا زهراء، راه ما عندك حتى حاجه، راه ممكن انت تعالجي نفسك بنفسك. اول حاجه غتقنعي نفسك بانك التجربه اللي مريتي بها انسيها كانها لم تبقى. المشكل هو انك يبدو انك مازال بقى حيه في نفسك التجربه، وكتسمعي كلام الناس، ما تبقيش تسمعي كلام الناس يقولوا كلام يعيبوا من هنا ولا من هنا، كلام الناس ما عنده اساس. انت لالا زهراء، من خلال النبره الصوتيه ديالك ممكن نقول بانك انت الحمد لله انت انسانه ناضجه، وانت انسانه خاصك شويه ثقه بالنفس وتكون حياتك اجمل واكمل. حاولي ما امكن تعتمدي على نفسك وديري علاقات جديده، ما تبقاش في الدائرة ديال الأسرة مغلقة. راه كاين ناس طيبون كثار، غتلقاي عائلات، غتلقاي سيدات فاضلات، راه المجتمع ديالنا راه ماشي دائما شرير، راه فيه أهل الخير كثير وكثير بزاف، وإن شاء الله ربي يلاقيك مع أهل الخير وأهل الفضل، لكن طرقي الأبواب. غنمشي مثلا نمشي للأندية النسائية في ورزازات، إلا ما عرفت فين نمشي غنمشي عند مدير التعاون الوطني، نسول فين كاين مديرية التعاون الوطني أو المندوبية، يقول لي راه هي فين كاين العنوان ديالها. ندخل عنده السلام عليكم، أنا واحد الإنسانة، ها ظروفي العائلية، بغيت نتعلم، بغيت نترقى، بغيت نعرف أشياء أخرى جديدة.
غادي يقول لك اشنا هما الامكانات المتوفرة، غتختاري ما يناسبك وغتعلمي ان شاء الله وغتكسبي قوت جديد، وما يدري لعلك تلاقي مع نصفك الاخر، ربما انت مغلقة في البيت، ربما زوج اخر ينتظرك على برا، تما تلاقي معه وربي عز وجل اللي كتب لك حياة جديدة باذن الله. ما كنشكرك دكتور بزاف، وبغيت نمرضيك الله يحفظك الوالد. واخا اختي زهراء، انا ندوزك الستوندار يعطوها لك، وغنقول لك واحد الكلمه، الا كنتي كتشعر بانقباض في نفسك، احسن طريقه لعلاج الانقباض النفسي الانسان يكثر من اذكار، وخصوصا قراءه بعض السور في القران الكريم. هناك سوره الشرح يقول فيها الله تعالى: الم نشرح لك صدرك. الصدر لما يكون هكذا منغلقا، الإنسان كيظن بأنه أتعس خلق الله، ما عنده زهر، ما عنده حظ، وكيبقى دائما كيشعر بأنه كئيب وحزين. غنقول له لا، إلا ما قدرتش كيفاش نخرج من هذه الدائرة، غنستعين بذكر الله تعالى وبقراءة ما تيسر من القرآن، خصوصا هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ذاك الحمل اللي فوق ظهرك اللي كتحسي بأنه أثقل شيء في الوجود، كل ربي عز وجل غادي يزوله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ربي يعطيك رفعة في المقام، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى، هذاك اللي كيبان لك بأن شديد وثقيل عليك والأبواب مغلقة، ما تخافيش، راه غير أوهام. إن مع العسر يسرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. معنى ذلك أن الإنسان كل ما شعر بأنه تغلب خصو يستمد الطاقة، الطاقة النورانية، وتزود. كيفاش غيتزود؟ غيتوضى وغيصلي ركعتين وغيسجد للرحمن، غيوضع الراس ديالو والجبهة والأنف على التراب، يا الله يا الله، وربي عز وجل غادي يعاود يصوب لك برامج جديدة ديال الحياة. غيلاقيك الله مع الأخيار، غيلاقيك الله مع الأبرار، غيفتح لك الله أبواب التيسير وأبواب الفرج، غيجيب لك الرزق من حيث لا تحتسبين، وتعطيك الطاقة النورانية اللي غتحشري بأن النفس ديالك منشرحة وفيها راحة وطمأنينة وسعادة. أسأل الله الكريم للا زهراء أن يحفظك ويرعاك ويسعدك ويتم رجاءك، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم آمين يا ربي يا كريم. نتحول من ورزازات إلى الرباط مع أختنا مجدة. ألو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد. أهلين وعليكم. لأنني اليوم تسب لي الخط لأنا كنت كنعيط لك من مدة طويلة، ولكن الحمد لله. مرحبا للا، مرحبا. ما يخليك، أنا نورة اللي عندنا مشاكل بزاف، وصلنا الطلاق وصلنا الهادي، وكان كيضربني وكان كيدير لي بزاف الحوايج، وصلت انا وياه البوليس وصلنا لكل شيء، يعني ما نقدرش نقول لك وصفش لك. لا اله الا الله. وعشر سنين ديال الزواج. الله 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 الله. ودابا كيتلاقى معايا كيهددني كيدير لي ما 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 وحرمني من الاولاد، لانني باش نكون ام تحرمت منها، تحرمت من بزاف الحوايج. لا حول ولا قوه الا بالله. لاله مجدة، هذا الزوج نهار تلاقيتي باول مره، نعم، كان انسان طبيعي، كان انسان كان شارك، كان باغيك اول مره؟ كان باغيني، ماشي ما كانش باغيني، ولكن انا كانت كنبغي انا اكثر منه هو، كنت كنحس بها. ما شاء الله. اش غيروا اختي مجدة؟ شنو ولي تغير في الحياه ديالكم؟ ما عرفتش، اذا يمكن لا روتين، يمكن انا ما جبناش وليد ولا شي بنت ولا شي حاجه، يمكن هو طبعه هكاك، هو طبعه يعني كيهضر مع العائلات بزاف، كيهضر مع الناس بزاف. انا ما كاش كيعجبني كنكون يعني كيسافر بوحدو، كيخليني بوحدي في الدار، كيدير لي بزاف الحوايج، يعني رغم انني كنت نعمل الزوجه ونعمل المراه في الدار، يعني ما كنتش. وفي الاخر ولا كيقول لي انت كتمشي تخونيني، انت هذه انت هذه، وانا ما عمرني شفت بعيني شي حد اخر ابدا ابدا. لا اله الا الله. لالا مجدة، على قبل الوليدات واش موقعش الحمل؟ لا ما وقعش نهائيا، هو خباها ليا، يعني هو اللي ما عنده مشكل وخباها ليا، ولكن ملي كنت كنقول يلاه نشوف الطبيب يلاه، كان كيقول لي لا صاحبي جلس 10 سنين، صاحبي جلس 10 سنين 5 سنين، هذا ما بقى بحال هكا. حتى لواحد النهار عرفت انا بزز باش مشى دار معايا واحد التحليله، ملي مشيت لقى لي الطبيب ديالي انه هو عنده مشكل.
لا اله الا الله. ولكن رغم ذلك انا قلت لي انا انت تكون ولدي تكون براجلي تكون اي الله ماشي مشكل. ولكن مؤخرا سيرتو هاد العامين الاخرى ولا يعني عنيف بزاف معايا كيضربني كيعيرني بشتى الطرق. ما شاء الله. لعلهم اللي عارف بانه عنده هاد المشكل ديال الانجاب وكذا كيخلي الانسان كئيب وحزين وكيخليه كيدير تصرفات لا اراديه، خصوصا الزوجه ديالو كيعنفها. اي واحد اي رجل عنده عجز في العلاقه الزوجيه او عنده ضعف او غير ذلك كيتحول الى عنف مادي، ضرب وشتم وشكوك وغير هاد الامور. ولكن انا عمرني استاذ ما عمرني حسست بذاك النقص ولا بشي حاجه، ولا دائما كنت الحنون المراه الحنونه، كنت المراه المحبه كلشي ما شاء الله. لان لدرجه ان اخوتي صدام كيغيروا من معاملتي ليه. لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن هو ما عرفش ذاك النهار كيفاش تتصرف معايا، كيفاش تضربني، كيفاش تخرجني من الدار، كيفاش توصلت انا وياه البوليس، وصلنا للمحاكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مش كتوقع ابدا لالا مجد بان وقع لكم هادشي. لا ابدا ابدا ابدا. لا اله الا الله. ابليس أبداً. ابليس شاطر، ابليس أبداً. شاطر ابدا. عمرني ما توقعت وامرني ما قلت انا بان ذاك الراجل غادي يجي واحد النهار وغادي يشدني من شعري ويخرجني من الدار بدون اي سبب. امر. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. كيوقع اختي مجد، كيوقع بالازواج في لحظه من اللحظات كيمشي العقل، كتمشي العاطفه، كيعود انسان اخر، انسان كانه كيتسيف عليك. هذيك اللحظه تلبس بابليس، تلبس بابليس، وابليس كينفخ فيه، كيقول ليه الكرامه، كيقول ليه الغيره، كيقول ليه الرجوله، كيقول ليه العنف، وكيبدا يتصرف واحد التصرفات كيندم عليها فيما بعد. لا اله الا الله. اختي مجدة واش دخلوا شي عائله باش يقادوا الخواطر؟ لا، ما عندهم هما فائز، هما عندهم شي حد، لانه انسان واعي ولا انسان متحضر، ما غنتناقشوا ولا مع من هذه. خوتي انا خداوها مساله كرامه، مساله حوايج، لان خوتي مشاو لعندو الدار وهضروا معاه، ولكن هو ما استقبلهمش مزيان، ما احترمهمش، سبني، عيرني، يعني احتقرني بشتى الطرق. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هانيت يعني من شهر 5 وانا كنهاني لحد الان. لا اله الا الله. يعني مؤخرا يوم الاربعاء اللي فاتت مشيت انا والبوليس باش خرجت حوايجي، ديال البوليس يعني حتى حوايجي. ما شاء الله ما شاء الله. مشيت لعندو بالحسن ومشيت لعندو قلت له شوف اسيدي عطيني حوايجاتي، عطيني هذه، قال لي الدروج، قال لي ما توصليش ليهم، قال لي ورمي لك حوايجك من السطح. لا حول ولا قوه الا بالله. واش وصلتوا للطلاق اختي مجدة؟ هو رفع لي دعوه ديال الطلاق الشقاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ودابا هو الآن جالس وحده في البيت ديالو؟ لا أنا في دارنا. هو يا وحده؟ هو في داره. هو في داره، في الدار بوحدي. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جرى عليا يعني من شهر 5 أنا خارجة من الدار عنده، وواحد النهار عيطت لي في التليفون قال لي أنا راه، قال لي قال لبنت خالتي، قال لها أنا ممكن أنني نمشي ندعيها بأنني ما عارفاش فين كتمشيت ناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعارف متأكد أنني أنا ماشي من ذاك النوع اللي كي يعني نقول راجلي ولا نقول ولو بالنظرة، ولو بالنظرة ما نقدرش، لأن أنا من الله سبحانه وتعالى غنتحاسب عليها. مازال ما مشوش عند وقته أمام القاضي أختي مجدة؟ لا مازال. ما شاء الله، ما حول ولا قوة إلا بالله. كانت عندي مقابلة معاه في رمضان، ولكن المحامي ديالي قال لي بلا ما تحضريش ليها حتى المرة رمضان. ما شاء الله. عندي مقابلة معاه في 10 شهر 9. لا اله الا الله. كيفاش الانسان اللي انا دوزت معاه 10 سنين وتقابل انت وياه وتلقى هو يجرحك وانت تجرحك وانا نجرح فيا وانا يعني انا ما فهمتش استاذ، ما فهمتش. ما شاء الله. اختي مجدة اجي ندير واحد التجربه، خلينا نساو هاد المشاكل اللي عندكم. بغيتك تكلميني على شي حدث سعيد وقع بينك وبينه لما كنتوا في حياه الزوجيه الطبيعيه، شي سفر، واش كتذكري شي حدث سعيد وقع لكم؟ ابدا. السعادة أنا اللي كان نحصل عليها ماشي من جيتو هو. لا ما شاء الله ما شاء الله. أنا في 2006 تزوجنا، في 2006 أول مرة سافرت معاه كان يعني من مالي خاص، يعني من عاونته في السفر وعاونته. العام الثاني سافروا معايا دارنا، ولكن تا هما كانوا مشاركين في المصروف، وأصلا ملي تسافرنا وهذه كان لقيته كيخوني مع وحدة في
الفجر بالبحر ومني قلت له هذيك علاش قال لي هذيك كنت كنساعدها باش كتعوم وانا لقيته في وضعيه غير لائقه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. لا حول. يعني شحال من حاجه من الاسباسات وشحال من حاجه وكنقول لا عفا عما سال عفا عما سال في ما يمكنش نخرب بيتي بيدي وهذه انسان ممكن يغلط ممكن هذه ممكن هذه وتمادى بزاف تمادى بزاف كتلتمس لي الاعذار دائما. دائما كنلتمس الاعذار لانني بغيت ماشي خبيتوش عن انت شارياه بغيتي يكون زوجك ونصفك الاخر. نعم ما شاء الله. رغم ان كاين فارق ثقافي بيني وبينه رغم كاين رغم كاين فارق المستوى العائلي وكل شيء ولكن الحمد لله كنت كنقول كنا سواسيه كنا هذه كنا زعما ما يمكنش تكون تبغي واحد الانسان وتبقى دائما تقول له شي حاجه ولكن هو كان انا لاحظت مؤخرا انه انسان خبيث ما شاء الله داخل ديالو كنحسه خبيث. ربما انت اختي مجده كانت في الكرم والجود ربما وكيظنها هو تنازلات ممكن ممكن. ما شاء الله ما شاء الله ممكن دائما كان كيقول لي انت تخرجي من داري تموتي كان دائما هذه والاشخاص اللي كان كيقول لي كان كيحتقرني كيقول لي انت من كان كيضربني كيقول لي لو كنت في بلاصتك مره نمشي بحالي ما نبقاش نجلس معاك واحد مره قلت له علاش كتضربني وفاش كتساعدنا فيها بهذا الاسلوب وداك الشيء قال لي انا كنضغط عليك باش تمشي بحالك لانني ما شاء الله باغي نعيش كيفاش كنت عايش في الاول زوفري ما يمكنش ابدا. اختي مجدة هو عنده اخوات ديالو عنده مزوجات؟ لا. هل يرضى بان اخت من الاخوات ديالو تزوج وشي راجل يتسلط عليها بالعنف والضرب والشتم غادي يرضى هو غادي عاد غيشعر بمقدار المعاناه اللي كيسببها لك؟ بالتالي لا حول ولا قوة الا بالله. ما انسان تطفي تبدل تغير بزاف الحوايج ما شاء الله ما شاء الله. واختي باش انت عندك رغبة انك ترجع للمياه المجاريها؟ لا انه هالني بزاف واحتقرني بزاف اني ما نقدرش نرجع ليه وهو في يوم في الايام طعمي في الشرف ديالي وفي حياتي ما يمكن ما شاء الله يمكنش نحط راسي حداه وانا رغم اني بزاف الحوايج ما شاء الله كنفكرهم وكنقول كيفاش كنت عايشه مع هذا الانسان في هذا ما شاء الله. واختي مجدة كيقول لك رب ضارة نافعة لعل هذا الطلاق يقدر يكون فيه خير ويقدر يكون بداية لحياة جديدة. ربي عز وجل كما كتب الزواج كتب الطلاق والطلاق قد يكون في بعض الحالات قدر يكون هو العلاج الحقيقي للمشاكل اليومية. ممكن أن الإنسان كيتطلق كيبدأ حياة جديدة ربما يسعد ويبني مستقبل أسعد وأكمل بإذن الله. يا رب يا رب يا كريم. خصوصا الرابط اللي كيربط بين المرأة والرجل أكبر رابط هو الأولاد اللي قال فيهم الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة ولكن الرحمة هي الأولاد حتى أن الرجل قد يريد أن يظلم المرأة فيرحمها على وجه الوليدات أو المرأة تريد أن تنتقم من الرجل فترحمه على قبل الوليدات. أنتم الآن هذوك الوليدات ما عندكم شيء اللي هما الرابط القوي ولعل ما وقع يكون في خير لعل هو ينصرف ربما قد يعطيه الله تعالى رزقا آخر من جهة أخرى ربما أنت ربي سبحانه وتعالى كتب لك زوج آخر اللي رزقك منه درية طيبة ما تعرفي الخير فين كاين. لا إله إلا الله أختي مجدة لا إله إلا الله صبرتي وعانيتي كثير وكثير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة قائمة على أسرار كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأكيد أن اللي دخل المؤسسة الزوجية كنقول دائما يتسلح بسلاح عظيم اللي هو الصبر ثم الصبر ثم الصبر لأن الصبر مفتاح الفرج. المؤمن من علاماته أنه إذا أحب المرأة أكرمها وإذا كرهها لم يهينها. هذه المرأة لا يهينها لا بشتم ولا بسب ولا بقدح. أكبر خطأ كيرتكبه الرجال حينما يصف امرأته بالفساد كيتهم المرأة اتهاما باطلا. هذا السلاح كيستعملوا بعض الرجال ربما
ملي كيلقى بانه عاجز عن المواجهه سبة بسيطة جدا تخدش كلمة المرأة وتحطم كل ما بنته، أنه يرميها بالفساد، يقول لها بأنك فعلت كذا وكذا مع رجل ثاني. هذا اتهام باطل خطير جدا. الله عز وجل وتوعد من يتهم زوجته بالباطل أنه لا ينظر إليه يوم القيامة. وأمنا عائشة رضي الله عنها اللي هي سيدة نساء الجنة واللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم من ذلك، اتهمت في شرفها وعرضها لما كانت في إحدى السفريات، وقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والله لقد وقعت في فلان ووقع فيها، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق واحتقل ليطلقها وينتهي الأمر، والنبي الأكرم اللي هو نبي الرحمة لم يستمع إلى كلام الناس، والكاتب يقول يطلقها، وبقى ربي عز وجل يرى ويتنزه في ملكه. بعد مرور أكثر من شهر عاد نزل الله تعالى واحد الآية فيها التبرئة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذا المقطع دي الآية فيه سر إلهي، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بعض المرات كتصبنا مصائب وشدائد كنقولوا وقيل هذا الشر، لا، هو يظهر أنه شر في الظاهر لكن يحمل في طيته خيرا عظيما. فاختي مجدة، لعل يكون هذا الفراق هو بداية حياة جديدة، لعل الزوج ديالك قد يندم، كنتمنى أنه يندم أنه ما غيلقاش بحالك، مدام أنه دوزتي مع 10 سنوات بالصبر وأن عنده مشكل ديال الإنجاب، في غادي القمرة تانية قد تنظر لي كزوج وكابن وكأخ وكصديق، فين غادي يلقاها؟ صعب، صعب المنال، ربما قد يجد امرأة ثانية تسأل كم يكسب، الشقة اللي عنده، السيارة اللي عنده، ولكن انت فرط فيك. كنقول لك في الاستماع يا سيدي الفاضل، قبل أن تقف أمام القاضي ارجع إلى زوجتك، ارجع إلى من كان يتوقع أن تكون أم أولادك، ومن يدري لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. أسأل الله تعالى الكريم أن يجمع شملك أختي مجدة ويرفع مقامك ويكتب لك مكاتب الخير ويجعل ما وقع هو آخر الأحزان وما يليه أفراح ومسرات وكرامات إلهية. اللهم عجب الفرج، اللهم آمين يا ربي يا كريم. لا إله إلا الله. غنتحولوا من الرباط الى بني ملال مع اختنا حنان. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حياك الله اختي حنان، لاباس عليك؟ لا لاباس الحمد لله، بارك الله فيك. شحال تبغي نتصل بيك وما كيفاش حد تنشكرك عني الحاجه لهذا البرنامج الشيق. اعزك الله. لا تنشكرك بزاف، حفظك الله. عندي مشكلتي مع الوالده، انا كي اللي تقدم لي الزواج بحال اللي ما كيعجبهاش الحال، بحال اللي ما عمرش لعينها. بحال هكاك ما شاء الله. من قديم من قديم كتخسر لي انا، بحال اللي كتخسر لي زواجي بحال من مره. ما ما شاء الله. انا عندي دابا 39 سنه. الله. واحد الانسان قد يقد غير شافني، واحد الانسان اخلاقه طيبه ودين وقران وانا واحد الانسان متقي الله والصلاه والدين والذكر، وندير المحل ديالي ديال الخياطه كنخيطو، وكنمشي من الدار كنضل النهار كله في الحانوت، وكنجي والخوت كله مستقل بوحده، اختي صغر مني مزوجه وخات معاهم، انا مع الوالدين، ما عيني الشقه ديال الدار، ما عيني الحانوت، ما عيني امي، ما فيهاش الحنان يعني باش تحن عليا ولا تقول يا بنتي تمحنتي ولا هادي ولا هادي ولا لا، ما كايناش. ما كتسمعيش كلمه شكر؟ لا ابدا ابدا. انت محتاجه ليها؟ محتاجه ليها، والحمد لله من الصباح كنعمل الشغل حتى العشيه، ما كنحل ما درت حاجه. الله يعني انا الاولاد ديالي كلهم انا اللي وقفت لهم في العرسات ديالهم، انا اللي صايبت الحلوى، انا ما نعاودلكش على راسي. الله. انا اللي درت داكشي ديال الدهاز، انا اللي خيطت الملابس،
اي كلشي درته انايا كلشي كنوجد كندير الحلوى كنصايب كلشي يعني فكان مسؤوليه كبيره يعني ما كنسمعش ديك كلمه شكر ولا من خوتي يحنوا عليك ولا الوالدين يحنوا عليك كنحس براسي ديما وحيده ما شاء الله. الانسان هذا من جاب انسان جا العام اللي فات تجمعت الوريقات واحد الانسان جا من بعيد شويه وقال لك ما عجبش والدي يعني باغي يتزوج بيا وداك الشيء قالت لا حقا ما جاش والدي قلت له معليش صافي حيدنا هذه القضيه اللي جا كتدير لي سبب وهذا الانسان هذا بني منال واحد الانسان صالح يعني تنطلب الله سبحانه وتعالى تنقول يا الله بغيت رجل صالح رجل يكون يصلي ويكون يعرف الله سبحانه وتعالى ويخاف الله ويخاف عليا واستجب لي الدعاء الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي تمنيته قلت نقول بغيت نحفظ القران وبغيت واستجب لي الله سبحانه وتعالى الدعاء تنقول ربي داك الشيء اللي طلبت الله سبحانه وتعالى استجب لي الدعاء رجل يعني على قد حاله رجل ما نعاودلكش عليه اخا علامات الخير على وجهه واحد الانسان وسيم واحد الانسان العلامات ديال الدين عليه وكل شيء وصلاه والدين وعمرها دار حنين ضيف يعني ما عجبهاش الحال جبت الوالده وجا ما عجبهاش الحال بتاتا ما عجبهاش الحال وقيل لاله حنان الوالده ما بغاش تفرط فيك خايفه تهرب عليها ولكن داك الحنان ما كتعطيش ليا اللي نقول انا رانا عزيزه عليها بزاف داك الحنان ما كاينش ولكن انت كتبني ليها مصدر رزق عندك محل ديال الخياطه وحنينه انت فيها كتشقاي وكتقومي بالامور كتشوف بان واحد ما مفترفاش بيه يا عمي ما شاء الله ما مفترفاش بيه فلا شعور ديالها فلا شعور كتبان لها حنان هي مولاة الدار هي مولاة الشوار هي اللي كتستقبل هي اللي كتصوب هي اللي كتقاد الا مشات لا قالت كنتي ما كديري والو كديري لي حتى حاجه ما شاء الله ما كتعترفش بداك الشيء اللي كندير انا وانا مريضه مرضت هذه 3 شهور باش الانسان وكتب عليا وعقب مسكين جاب والديه وجاب ودرنا اللاكت وداك الشيء وما عجباش الحال وهاد العشيه هادي جلست واحد اليومين باش نستريح وما عجبهاش الحال كاينين العريسه ديال خوتي 4 تبارك الله كيشقاو جاو كيشقاو قلت انا نستغل هاد الفرصه نستريح انا واحد اليومين يعني الطريق بعيده عليا يعني فاش تحل عليا امي تقول لي سيري يا بنتي قلتي راه كاينين العيالات يشقاو هادي ولكن انا بغاتني ناض انا بغاتني شكل ما لا اله الا الله محمد رسول بحالي ما كنبقاش فيها بحال لينا ما شاء الله هاد العشيه هادي مخدمانيت هاد الراديو هذا وقالت لي سيدك تخدم هذاك انا ما عمري جلست معاك الوالده غير يومين هادي جلست انا كنضل في المحل ما شاء الله عمري جلست ما شاء الله غير هاد اليومين ما تقبلتينيش علاش ما شاء الله علاش قلت لي علاش مني دازت هذه 3 شهور ما عمر فتحت معايا الموضوع تنفتح معايا الموضوع تنقول كيفاش امي الولد تقول لي الله اعلم والناس اللي شافوه معايا تقول لك تبارك الله ما شاء الله جابك الله رجل يعني يا رزقك تبارك الله كلشي كيبارك ليا كلشي كيشوفوه من وجهه الله عمر هذا النور كيضرب على وجهه الدينار ديال الصلاه في الجبين ديالو يا ما فهمتش انا تنقول لها هذا الراجل ما كيفاش كنجبد ديال الموضوع ديالو كتقلب عليا الموضوع وانت تبارك الله كبيره وبعقلك انت غتختاري شي حاجه اللي انت مقتنعه بها وعارفها مزيان ماشي دريه صغيره هي تقول لي هاد العشيه هذه هي تقول لي قلت لها ما فتحتيش معايا الموضوع وما قلتيش لي وما قلتيش لي شي كلمه اللي تبقى لي في قلبي وتشجعيني مرضتيني راه كنقول امي ما راضيش على هادشي باش نمشي نقول السيد صافي واخا يكون داك السيد ممتاز ما كاينش بحاله الا كانت الام غير راضيه غتبقاي انت هي مشطونه غتبقاي انت نفسك مريضه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله اي تقول كلمه زوينه الله يسهل عليك الله يفرحك تعبتي معنا وشقيتي معنا نشوف وليداتك نشوفك مستقره في بيتك لا حول ولا قوه الا بالله لا اختي لا ما شاء الله ما شاء الله ربما دي غير النوع من الانانيه هي الام ديالك الحمد لله دارت زوجها دارت وليداتها دارت الاسره ديالها دارت العش ديالها ما تحرمكش ساعتها في كل شيء ساعتها في كل شيء كل شيء ديك المسؤوليه ديال ولادها كل شيء ساعتها فيهم
كيفاش تفرح ليا انا وتبقى في جنبي وكلمه زوينه تقولها لي تبقى ليا في الخاطر ديالي كلمه طيبه صدقه، كلمه طيبه صدقه. ونتفكر نقول لامي راه قالت لي وقالت لي كنحس بامي بعيده عليا بعيده. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا كنشوفوا السيد تيقول لي سيري مول ساهر بيك انسان الله عمرها دار انسان راه دايره لها جور خير. لا اله الا الله. انا الراجل اللي فيه المشكل هو طلبت الله سبحانه وتعالى استجب لي الدعاء والرزق بيد الله. لا اله الا الله. الله سبحانه وتعالى يرزقنا. اللهم امين يا رب. انسى المشكل في الصلاه وفي الايمان وكل شيء لقيته فيه. ما شاء الله. اختي حنان اخوتك الرجال ما جبتيش معهم الموضوع باش يدخلوا يقنعوا الوالده؟ فشكال فشكال ما كيحنوش عليا الرجال فشكال. ربما كل واحد مع مراته وليداته مرته وولاده عايش عالمه الخاص به مضار مع زمان. كل ما بحالي انا ما توقيش فيا وما خليتش ديك ما تبقى فيا حتى نبقى نذكر عشياتي راه ما مطالب بيا غير الله سبحانه وتعالى اللي بكيت. ما شاء الله. حاله هيستيريا غنوت تخبط ما خليت ما درت. قالت لي شوفي هاد العشية شنو قالت لي وانا هاد انسانة طاهرة وهاد انسانة ما نشكرش لك راسي. لا اله الا الله. قالت لي داكشي فتحتي راسك سيري كملي راسك. اعوذ بالله. نفكر صافي غادي نكمل حوايجاتي ندير الشنطة ونمشي لعند السيد. لا اله الا الله. واش هي كتفكر الام ديالك بانك الا بقيتي بلا زواج بعد عمر طويل خوتك مشاو مع ازواجهم ولدتهم الله يكمل لهم الرجاء. انت شكون اللي غادي يكون معاك ملي غتكبري؟ انا غنمشي للزنقة من ناري. هذه ما تسول عليها حد من نهار يمشي للزنقة. لا حول ولا قوة الا بالله. ما كاينش. ما شاء الله ما شاء الله. ايش الحنين عمري سمعت من امي شي كلمة عنت عليا فيها. لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. نكون انا امي غاسية اللي تكون بجنبي نكون على كلمة هادا ونشاورها ونقول لها اش غنديرو. كنتخبط غير بوحدي. كنتخبط غير بوحدي ما عنديش اللي بجنبي. ربي يكون معك اختي حنان. ربي يكون معك. ما خليت ما درت وكلت معاهم كلهم. نشوف راسي انا بوحدي دابا بوحدي. لا اله الا الله. لا غير الله سبحانه وتعالى. لو كان الوالد ديالك فقيد الحياة. كاين كاين. كاين الوالد. كيدخل كيدخل كيقول شي كلام. لا 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 داك النوع اللي كاتوم 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 ما كيهضر ما يقول لك لا هذه لا هذه لا. ما شاء الله. هو ما فيش الحنان. لا اله الا الله. واختي حنان الفقهاء كيقول لك المرأة البالغة الراشدة تملك أمر نفسها. إلا شفتي بأنك أنت خاصك تزوجي وبان لك هذا الإنسان إنسان فاضل واستخرت الله تعالى وبات لك العلامة المرأة الراشدة البالغة في الفقه الإسلامي أنها تزوج نفسها بنفسها. لأن المفروض الوالدين لأن ربنا سمم والدين فيهم الحنان والعطف يكونوا سباقين إلى الخير يكونوا هما كيخافوا عليك ولكن في نفس الوقت كيبغوا لك الرحمه وكيبغوا لك السعاده. الخير جات بين يديك علاش غنرفضوه؟ بالعكس خاصهم يكملوا من عندهم يقولوا بنتنا نديروا لها اسره ودير وليداتها ويكمل لها الرجاء. الفكره انا انك انت ما تكملينيش انا كل شيء انا كل شيء قايمة بي انا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحن عليك اختي حنان. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. لا اله الا الله اختي حنان. عمري درت شي حاجه خايبه الحمد لله غادي نطرق مساقين. ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ربي سبحانه وتعالى يجمع الشمل ديالك. الحمد لله. لا اله الا الله. عاع من الرحمن سوف ينزل باذن الله الواحد الحنان. وامل كبير من الله تعالى قريب من عباده المؤمنين. اختي حنان لا تخافي ولا تحزني ان شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك السعيد يقذف الله تعالى في قلب امك الرحمه والحنان والعطف. يا رب وربي سبحانه وتعالى يجمع شملك. انت انسانه صابره مرت سنوات طويله في العمل والجد وكترفعي اكف في الضراعه تلتمسين من المولى حظا سعيدا ما بغيتي والو الا زوج واسره وذريه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
لن يخيبك الله، والله لن يخيبك أختي حنان. لا إله إلا الله. مني غير السيد يتداول أنت اللي كتطلب الله سبحانه وتعالى، استجب لي الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يكمل لك الرجاء، إن شاء الله ربي يكمل لك الرجاء. هاد السيد إن شاء الله يعاود يطرق الباب ويصطحب معاه إما إمام الجامع نلتمس فيه الخير، إمام الجامع رجل متوضي قلبه عامر بالإيمان حامل 60 حزب، يدخل يطرق الباب ويتكلم مع الوالدة، ربما الوالدة عندها هو مسكين ما فراسه حتى شي حاجة، أنا ما محملي حتى شي حاجة على الوالدة. أي بلا ما تقولي ليه بلا الوالدة راه فرحانة وصافي، وأنا داكشي كنقاسي فيه بوحدي وصافي. غالبا الوالدة ديالك دابا شي كيوقع لبعض الأمهات كاين اللي كيوقع لهم اللامبالاة، وكاين اللي عندهم ضعف في الحنان والعطف، وكاين اللي كي من الحال والو منزوع من قلب الوالده. ودابا دابا فاش عام اللي دابا ملي كتبت وتزوج دابا ما تسرح لي داك الباب ديال الدعاء كتقضي عليا. ما يشد فيك والو الدعاء، لا كان بالحق راه كيكون ولا كان بالباطل ما عنده تبقى فيا الحال. ما شاء الله ما شاء الله الله يجمع الشمل ديالك. خرت التوخيره بحال اللي حقروني بحال اللي غنتسخط معاها بحال اللي ما عرفتش. يا اختي حنان لان شفنا حالات تاع بعض البنات اللي كانوا والديهم بغاو يزوجوهم، ملي ماتوا الوالدين هذوك البنات راهم الان جالسين في الخيريه، راهم جالسين في دور العجازه. فعلا 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 اللهم زوج القضيه هذه الله سبحانه وتعالى الحمد لله على هذيك تسمي هذيك القضيه يضرقوا الوالدين الزنقه صافي ما كاينش. الله يحفظك الله يحفظك اللهم زوج على الرغم من العيوب اللي فيه، المهم راه زوج راه دير اسره. حنا كلنا عيوب، شكون اللي فينا خالي من العيوب؟ باش ما قسم الله نعيشوا ونستمروا حتى تيكون عندك العيد ديالك عيد الاضحى وعيد الفطر. راجل صالح يعني ماشي شي راجل ما مزيانش ولا كيشرب ولا كيشرب. راجل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله راجل صالح ما كيحيدش منه الفجر التراويح ديال الفجر التراويح ديال العشاء الحمد لله. الله يكمل الرجاء الله يكمل الرجاء اختي حنان الله يكمل الرجاء. هذه مناسبه كنقول للامهات جميع الامهات اللي ربما عندهم هذه الوضعيه، كنقول لهم ربي عز وجل جعل الجنه اللي كيضربوا عليها المجاهدين جعلها الله تعالى تحت اقدام الامهات. وهذا المقام اعطاه الله للامهات لماذا؟ لان المفروض الام تكون منبع للحنان، منبع للرحمه، منبع للعطف. الام الهنديه كنسمعوا اخبار وروايات تاع الام الهنديه، ام تعبد البقر وتعبد المجوسيه وتعبد دينات غريبه ومع ذلك قلبها ينبض بالحنان. فكيف بام مسلمه تقول لا اله الا الله، تصوم رمضان وتقوم الليل، وملي كتشوف بنتها كتعذب وكتبكي كتخليها هكذا؟ ابدا هذا ماشي سلوك سليم. كنقول كل ام تراجع نفسها. كنتعذب والله شيخ كنتعذب. الله يفرج عليك اختي حنان. امين يا ربي يا كريم. الله يفرج عليك. امين كتكون اول وحده تقريبا بنتها. فعلا. كتهضر معها في هادشي ديال العرس تقول لها بنتي ديري وهادي وهادي، ما قالت لي حتى شي حاجه. نتشر ما عمرها جبت لي الموضوع هادي. عمرها جبت لي الموضوع ديال هاد الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع كتمشي لموضوع آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديها، نطلب الله لها الهداية. أمين. هذه الأم نطلب الله تعالى يقذف في قلبها الحنان والعطف والرحمة. يا رب في هذه الليلة المباركة اجعلها ترى رؤية تغير مسار حياتها. يا رب تلقى شي رؤية طيبة. بعد المرات راه كيكون الإنسان غافل أو قلبه قاسي حتى كيوقفوا عليه والديه في المنام كيقول لي يا فلان أو يا فلانة راك درتي واحد العمل نحن غير راضين عليه في قبورنا، وكيتغير المسار كله كيتغير بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل هاد الأيام المباركة تتغير الأفضل والأحسن. ولله حنان الله يجمع الشمل ديالك ورزقك الزوج الصالح والسعادة يا رب. أرجو أن كل أم سمعت هذه الأنشودة أن يرق قلبها ويعطف فؤادها وترحم فلذات كبدها. بعض الأمهات كينساو راسهم وكي يهملوا أولادهم وبناتهم. سمعنا الواقعة دي الحنان، ماذا تريد حنان؟ أولا حنان تريد كلمة شكر، كلمة اعتراف بالجميل. وهذا مشكل كبير في المجتمع ديالنا. بعض الناس كيقوموا بأعمال جليلة، كيفنوا شبابهم، كيخدموا بالليل وبالنهار، ما محتاج لا مال ولا عطاء سوى كلمة طيبة مشجعة تقولي بأنك الله يسمح لك منا،
تعبتي وشقيتي وسهرتي اسمع غير كلمة طيبة ترفع المعنويات. هذا أول ما تريده حنان، تريد اعتراف بجهودها. وهذه رسالة لكل أمهات والأباء، إلى عندكم ولداتكم سمعهم كلمة اعتراف بالجهود ديالهم، أو أي واحد زوج مع زوجة أو عامل مع رب عمل أو جيران أو أي واحد فينا كيقوم بمجهود، نسمعه كلمة اعتراف، نقول له شكرا، على الأقل شكرا على هذا المجهود اللي قمت به، أو نقول بالدارجة الله يسمح لك، يسمح لنا منك على التعب ديالك والشقاء ديالك، ربي اللي غادي يجازيك عنا. نقول غير كلمة طيبة، هذا أول ما تريده حنان. والأمر الثاني كتبغيه، بغات شعور طبيعي، بغات تكون زوجة وتكون أم وتكون مستقرة. حنان عارفة أش واقع في المجتمع ديالنا، إلا مشينا لدور العجزة ومشينا لبعض المآوي ديال الناس اللي في وضعية صعبة، غادي نلقاو شحال ديال الشابات تقطع بيوم الحبل، ما تزوجوش وبقاو هما بوحدهم بين خوتهم وحبابهم كيشقاو بالليل وبالنهار، حتى واحد ما اعترف بهم، لأن الأنانية تمكنت كثير من قلوبنا. كل واحد منا كيقول نفسي نفسي، كل راجل كيقول مراتي ولادي، وكل مرة كتقول زوجي وأولادي، واللي تخلى عليه القطار راه بقى تما، شكون اللي غادي يعينه وشكون اللي غادي يرحمه سوى الرحمن سبحانه وتعالى. اختي حنان انا غنقول لك كوني مصرة، انت لم تطلبي الا الحلال، لم تطلبي شيئا حراما، وانت عندك 39 سنة، هاد السن كيعطيك كامل المشروعية انك تزوجي نفسك بنفسك، كتسمى المرأة الراشدة، كيكون الامر ديال والديها كيكون غير استشاري غير للمعرفة ماشي إجباري. ولكن انت مرضية ما بغيتيش تزوجي مع هذا السيد في غياب رضا أمك، بغيتي أمك ترضى عليك، تكون معاك، تفرح، تزغرت، تحني، تجلس مع العائلة، تفتخر بك، بغيتي الحضور ديال الأم يكون ماشي غير رمزي، يكون حضور حقيقي. لذا كنقول لهذه الأم ألا لا، الله يجازيك بألف خير، درتي حسنة كمليها، ربي عطاك هذه البنت، هو اللي عطاها لك بنت، وطلب منك أنك ترعيها وتكبريها وتوصليها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي عنده بنت وحدة وتهلا فيها وكبرها حتى وصلها للزوج ديالها كانت له حجابا من النار. النار ما تيناش عندك في القاموس، الإنسان بعد عمر طويل إذا مات من القبور إلى القصور، شحال ديال المسلمين والمسلمات غادي يخرجوا من القبور ديالهم، غادي يلقاو جيرانهم كيقولوا يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا هذا، ولكن هما غادي يقولوا مباشرة من القبور إلى القصور، النار ما يشوفوهاش. ما هو السر؟ السر هو عندهم بنت ربوها كبروها وزوجوها وستروها. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات فعلهن وكساهن من جدته كن له حجاما من النار. قالوا يا رسول الله وإثنان؟ قال وإثنتان. قالوا وواحدة؟ قال وواحدة. فنسأل الله تعالى أن يجمع شمل أختنا حنان ويرزقها الزوج الصالح والحياة الأسرية المستقرة. اللهم اجمع شملها وبلغ مقاصدها وألف بينها وبين أمها وذويها، اللهم آمين يا ربي يا كريم. إن معكم مستمعي الأفاضل نتواصل، وما زلنا نتألم لما سمعنا من أحاديث المعذبين والمعذبات في الأرض. سمعنا ناس معذبين ومعذبات، شكون اللي عذبهم؟ الأقارب ديالهم، أقرب الأقارب إليهم. نسأل الله تعالى أن تكون في هذه الرسائل عبر وعظات، وأن نراجع أنفسنا في القريب العاجل. نأخذ مكالمة أخرى من بن أحمد مع أختنا نزهة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شخبارك دكتور؟ على خير، حياك الله أختي نزهة، الله يبارك فيكم. يبارك فيك، هذه ساعة مباركة، وكنحس براسي أنني مرضيت مهمك لأن شد لي الخط معك اليوم. الله يكبر بك لالا، يا مرحبا. زعما كنسمع صوتك، ما كنتش كنسمع لك بزاف يعني، واحد الفترة قصيرة دابا شي عام تقريبا باش بديت كنسمع لك. حفظك الله اختي نزهة، وبفضلك انت وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني شحال من حاجة الحمد لله تغيرت فيا من جميع الحوايج الحمد لله، وليت ظروفي يعني النفسانية.
الحمد لله اللي خطيك اللي خطيك كنتمنى لك كل حاجه زوينه في الدنيا كنتمناها لك. الله يجعل في ربي يطول عمرك ويخليك لينا اللي خطيك. الله يرفع مقامك لاله نزهه. شكر الله لكم من الله. ليا راني مرتبكه شويه. مرحبا لاله. انا سيدي مشكلتي انني المهم من صغري واني كنخدم هكا وهكا، عندي غير الوالده، الوالد ميت الله يرحمه هادي يا ربي امين. و في 2004 الاول ديالها ايه الاول ديال 2004 تلاقيت بواحد الناس خدمت عندهم في كازا، زعما كانوا الله يعمرها دار من واحد الجانب مده انني مده 10 سنين واني عندهم ايه خدمت عندهم خدمتهم بنيتي ماشي زعما كنت كانوا هما تما كانوا معايا مزيانين. دار الظروف دار الظروف يعني دارت ملي بدات الصحه كتقلع مع العام يعني الخدمه ماشي هي هذيك. الانسان الصحه ما عمرها غادي تدوم طبعا طبعا اختي الانسان راه دغيا كيدوب سنوات معدوده وكيبدا يسترجع. كنت عليك يعني خدمت بنيتي ولدرجه انني كانوا ضياف ضيافات كبار كل شيء على كتافي العبد لله يعني لدرجه انني كنت تخمال كل شيء تخمال لدرجه انني اقسم لكم يمينا الى زعما لو كان مكتب كلش غادي يسمع ليا يعني منهم هما نيت السقوفه اللي كنت كنحكهم كنت كنخدم نيت وهي شهاده منها انها السيده كان من اللي الاخر كتجيب لي اللي عاوني كتقول لك تقول المودي هذيك راه السقوفه كانت كتحكم ليا ما شاء الله. دار الظروف ملي ما توقع لي مشكل في ظهري تقريبا تما شي ثلاث ايام واني تما كاين ما داو الطبيب لا والو عيطت اختي جات جابتني حدهم انهم خصو عليا حطوني في بوزنيقه عند الطبيب وقلبوا وجههم ليا للساعه دابا لا ما بغيت غير دوك الناس غير اعتراف بالجميل 500 درهم اشري 500 درهم انا كنقولها بهذا سميتو يلوحوا لي غير 500 درهم يقولوا لي هاك على الاقل غير قيم ديك الفيزيت اللي عند الطبيب ما شاء الله مره فوق ربي وراه كنعترف بالحاجه المزيانه اللي داروها معايا والحاجه الخايبه ماشي مرات تبقى فيا الحال بقى فيا الحال بحال شي حسيت براسي انني ما تنسوا والو يعني محتاقره لدرجه انني انسان مريض حتى عيطت اختي قالت لي غير هزوها الدول الكلينيك ديك الساعه اللي اختي كانت اختها ما يمكنوش تخرج ظروفها ما تعالجش العمل غير هزوها الدول الكلينيك ولا السبيطار تنجي ونخلص انا ما شاء الله. عيطت لاختي جات معايا ديك الليله اختي كتسكن في مدينه واحده اخرى جات ديك الليله عندي صبني 3:30 الليل بالطران وصلت عندي جيت جابتني دوز بقيت لدرجه انني خلصت ديك الساعه الفيزيتا ومن الدواء ما لقيتش باش ناخذه بقيت حتى الغد اللي جاب لي اخويا الفلوس عاد خديت خلص 10400 ديال الدواء بقيت كنعاني لمده شهرين وانني ناعسه على ظهري حوايجي ما تقدرش نلبسهم يعني حتى المسائل اللي يمكن لي نديرهم ما يمكنليش نديرهم بوحدي لقيت غير اختي من الله سبحانه وتعالى هي اللي هزتني وخوتي هما سولوا فيك لا سولوا فيك نهائيا بغيت غير يخسروا عليا غير ديك الطريق ويجيو يشوفوني في المدينه قريبه ماشي بعيده يعني ماشي ما كاينش شي مسافه كثيره يعني 10 سنوات مضيتي معاهم ما سهلاش راه عمر قسم لكم يمينا يا دكتور الى 10 سنوات لدرجه انني ملي مشيت لقيت حفيدها الاول باقي الله حامله في امه في كرشه زاد علي دي اول سميه قال سميتي نزهه حفيدها جوج ثاني ما شاء الله لا اله الا الله حضرت معاها على عرس ولدها داز دوزت معاها بكل ما سميتو دازو بعيد عنك الكنيز ديالهم كل شيء دوزت معاها ما نكذبش داروا معايا شي حوايج مزيان انني يعني سافرت معاهم كانوا يمشيو معايا يضيفوا عندي في دارنا في العربيه من يعني شي حوايج دوزتوا الخير بعضياتكم دوزت معاهم الخير ما نكذبش عليهم صف واحد الكنازه ديال الاخ ديالي عطاوني مده شهر ما نكذبش عليهم جلست شهر واني جالسه حتى ساليت داكشي المسائل عاد مشيت وجاو عزاو معايا عزاو تما في الدار عندنا في العربيه يعني شي حوايج داروا ولكن جابوني حتى الساعه اللي انا محتاجه ليهم ما شاء الله تخلوا عليك ما عقلوش عليا يعني لو كان واش زعما واش هذا انا حاليا ملي خرج من عندهم اني جالسه بلا خدمه ربما هو ملي انت انصرفتي ربما قلبوا مع خادمه اخرى جديده جابوا واحدة أخرى صافي يعني انتهى الأمر وبدات حياة جديدة عاوتاني جابوا واحدة اللي قادرة نخدم وهذا ولكن بالنسبة لي أنا فشتي عندك 10 سنين من قبل ما كنت كنقلب هنا وهنا كنخرج مع دادي نخدم عند دادي عادي ولكن من اللي دوزت ديك 10 سنين فاش خرجت عاود وليت شوية وهذا وديت كنقلب على خدمة ما جاتني حتى بلاصة ما توالمت معاها ما شاء الله ما
تولي مستمع شي حد وجاني داك الشيء غريب لان حتى داك الشيء تبدل ولاو كيطلبوا لك شي حوايج مثلا فوتوكوبي كذا كذا كونتراك انا داك الشيء ما عرفتش منين جي لي. ما شاء الله انت في الاول كنتي معاهم غير بالنيه خدامين. خدامه بالنيه ما كاين لا هذا لا وريقات لا حتى شي حاجه. قلت لك النهار اللي جلست اقسم لكم يمين انا دكتور الا الدواء ما لقيتش باش ندي حتى جاب لي خويا الله الله الغد ليه عاد باش خديت الدواء. خرج من عندهم نهار 22 شهر 1 2014 اليوم الاربع بقى عاقل عليه جابني حطني في بوزنيقه ولدهم وصافي ومشى. اختي زهاء ربما الحياه ديالك نعم نعم بغيت نقول لك زعما الحياه ديالك الشخصيه واش هاد المده كلها تزوجتي درتي وليدات درتي اسره؟ لا لا سيدي لا انا اصلا الزواج ملي فاتني واحد السن ديال السن سميتو ما بقيتش كنفكر في الزواج. فاتني سن الزواج والولاد صافي ما بقيتش كنفكر يعني ما وهذا مشكل. 38 عام 40 عام اش بقى راه تبقى غير الله وراه نطلب الله حسن الخاتمه يا ربي يا كريم. لان كاين بعض الخادمات كيخدموا في البيوت وكيفنوا زهره شبابهم وكيخرجوا بلا ولاد بلا زواج بلا حتى حاجه. انا منهم هذا قلت انا بلا اوراق بلا تقاعد بلا... انا اللي بقى فيا انني كنت لو كان ديك السيده غير كنت شي بحال اللي جالسه في دارنا حوايجي تما لدرجه انني ملي صحيت ومشيت نجيب حوايجي جوج السيكون وخليت مازال يعني ما كنتش كن العيد الكبير ما كنتش كنمشي نعيد ما كنتش نعيد مع موسى عربيه ما كنتش عندها في زماني دابا ما كنجيش عندها كنعيد معاها ما كنقول لها انا العام كله وانا جالسه معاها يعني كنت نمشي نخليها هي تعيد بوحدها. ما شاء الله. اختي نزهة انت كتاب الان محتاجه ربما انقطع الخط نزهة ربما الكلام ديال الاخت نزهة الوقت اوشك على النهايه. نزهة الرساله اللي بغا نفهموا منها انها فقط محتاجه الى كلمه شكر محتاجه الى اعتراف بالجميل. الكثير منا ربما يعمل عمل كبير انجازات مهمه يفني زهرة شبابه ولا يحتاج إلى مال أو تعويضات ذلك متاع الحياة الدنيا ولكن معنويا يحتاج فقط إلى اعتبار يحتاج إلى تقدير يحتاج إلى كلمة شكر. هذا اللي فهمناه من الكلام ديال نزهة. هاد الناس اللي كانوا في الاستماع نقول لهم راه نزهة تعترف بأن دوزات معكم الخير تعترف بأن نهار فقدت خوها عطيتها شهر وتهليت فيها تعترف بكل هاد الأمور لكنها كيبقى في نفسها أنكم تسولوا فيها على الأقل. الخادمات إلى خدموا عندنا لا بأس نسولوا فيهم على المسار ديالهم على الأحوال ديالهم ورب سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازي. وصدق النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الخدم والخادمات قال هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليسقيه مما يشرب وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وكان سيدنا أنس ابن مالك كيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي قط أف وما قال لي شيء فعلته لما فعلته أو لشيء لم أفعله هل فعلته وإنما كان يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكان دائما يسأل ويستفسر ويطيب الخواطر. الدنيا غادية وغنتلقاو غدا مع مولانا وسعداتك يفعل الخير وسعداتك أكثر منه داك الصبار والصبارة رغم الظروف الصعبة إنسان يصبر ويحتسب. وصدق الله تعالى حينما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله الكريم المتعال اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات إن لك في هذه الأرض عدد كبير من المعذبين والمعذبات إنهم الآن يتألمون الكثير منهم بين 4 جدران يغلق عليه نوافذه وأبوابه ورب اللي عالم الظروف دياله. اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم اجمع شملنا أجمعين اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين اللهم انشر المودة والرحمة فيما بيننا بين الأمهات والأباء والأبناء وما بين الأزواج والزوجات وما بين العمال وأرباب العمل وما بين السيدات والخادمات. اللهم املأ قلوبنا أجمعين بالإيمان واليقين. اللهم إن الشيطان قد تمكن من أن يستقر في سويداء قلوبنا ويوسوس لنا بالليل والنهار ويثير الأحقاد والنزاعات ويقطع الرحم
ويثير العداوات بين خلقك. اللهم إننا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارفع مقامنا، بلغنا مقاصدنا، اجمع شملنا، كلنا وليا ونصيرا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك وصفيك سيدنا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله. ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. اللهم إنك أنت الأعلم بما في قلوبنا أجمعين، أنت أعلم بما في قلوب كل عبد من عبادك وكل أمة من إمائك. يا ربنا اللي عنده شي حاجه في القلب ديالو، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج. قولوا معي جميعا آمين، آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.